معنا اليوم دكتور هاني البنا. دكتور هاني البنا غني عن التعريف، هو أحد أساتذة العمل الإنساني في العالم، وعلى التحديد أيضا في أوروبا في بريطانيا، ومؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم. هي أكبر مؤسسة إسلامية في العالم للإغاثة الإسلامية. وفي فترة من الفترات يعني تشرفت بالعمل معه كرئيس للمنظمة، وأنا كنت موظف فيها. أيضا هو حاليا يرأس اللي هو رئيس المنتدى الإنساني، مقره في بريطانيا. وهو طبعا يعني له جهده الكبير في القضية وفي الوقوف بجانب القضية السورية، ودائما كان كثير الزيارات وكثير من المحاضرات، وموجودا بين الجميع في غازي عتاب وفي الريحانية وفي تركيا بشكل مستمر، بحيث انه ينقل تجربة المنظمات العمل المدني والعمل الإنساني، ينقلها بشكل الصحيح لإخوانه في سوريا. وهذا تجسد من خلال الكثير من ورش العمل والأيام والمؤتمرات التي كان يستخدم فيها الخبرات من العالم، ويأتي بهم إلى غزة عتاب بشكل مستمر. ولربما بعضكم بعض المشاركين الآن من حضر ورش ومؤتمرات التي كان يحضرها المنتدى الإنساني مع اتحاد منظمات المجتمع المدني ومع غيره، وبوجود دائما الدكتور هاني الله يرحمه. لن نطيل، احنا يعني متشوقين لسماع يعني دكتور هاني، نستفيد منه حتى يدخل. نتمنى ان الكل يركز حتى تدخل هذه الكلمات التي يعني لم نجد يعني دائما فرص متوفرة لنا بوجود الدكتور هاني، مع انه دائما مستعد الله يفتح عليه. فيا ريت نركز، واي شيء احنا يعني سنفتح مجال كبير لاي استفسارات ان شاء الله ما بعد المحاضرة. فتفضل دكتورنا الله يفتح عليك ويجزيك الخير، ونحن كلنا اذان صاغية ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا بنهنيكم جميعا ونهني الأمة والعالم بالعام الهجري الجديد، وإن شاء الله يوم السبت. ألو دكتور هاني، بارك الله فيك. ثواني بس، أنا لاحظت في 10 من الشباب دخولهم غير كامل، فبس يعني دقيقة واحدة طيب نتأكد إنه الكل دخلوا دخول كامل. في قسم ما عم يسمع، لأنه طيب ثواني بسيطة الله يكرمكم. هلا بقي 3 تو، لأنه كان 10. حياك الله دكتور هاني، يا حيا الله، أهلا وسهلا بك بعد زمان حبيبنا الغالي وأستاذنا وكبيرنا بورشات العمل الإنساني. هلا امشي الحال، يمكن بقي 2 3. تفضل، بارك الله فيك، بشتر. حياك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا 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 للإخوة في سيما والدكتور محمد السوسي وكلكم جميعا إن شاء الله في الداخل السوري وفي تركيا وفي كل مكان. طبعا احنا بنهنيكم ونهني العالم كله بالعام الهجري الجديد، جعله الله سبحانه وتعالى خير ويمن وبركة، وإن شاء الله يوم السبت هيكون عاشوراء، واللي هو اليوم اللي نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق من الفراعنة أو فرعون بالذات. ويسن إننا نصوم التاسع والعاشر هو الجمعة والسبت، أو العاشر و11 اللي هو السبت والحد، أو التسعة وعشرة و11 زي ما أنتم عايزين. نرجع، وده جزء من الأخلاقيات، خلي بالكم. يعني أنا تكلمت عن النقطة دي بالذات، هتقول ده شيء ديني، لا، هو شيء تاريخي وشيء قيمي. إن في ناس عندهم قيم وأخلاقيات من بني إسرائيل يقودهم سيدنا موسى عليه السلام ينقذ المجتمع كله، وربنا يحقق هذه المعجزة. فسيدنا موسى أتى كعامل مجتمعي سوشيال وركر عشان ينقذ بني إسرائيل من بطش فراعنة مصر أو آلهة مصر من البشر. وهنا بنتكلم عن الهيومن رايتس، بنتكلم عن الادفوكاسي، بنتكلم عن التالتة الادفوكاسي الصحي للمناصرة، وكل هذه الأشياء اللي جعل سيدنا موسى عليه السلام يأخذ مجتمع بأكمله لقي ينقذه إلى أبر الأمان، فأتت المعجزة.
تأتي المعجزات دايما لما تكون القلوب غضة ونضرة ومتصلة بخالقها، والمعجزات لا تتوقف حتى بعد عصر النبوة إلا إذا كنا إحنا قلوبنا ران على قلوبنا وأصبحت متكلسة وأصبحت متحجرة إلى آخره. يبقى تذكرنا بيوم عاشوراء اللي هو قيمة العمل الاجتماعي الإنساني الذي أراد به موسى من خلال هدي الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بني إسرائيل من بطش فراعنة مصر. العمل الإنساني لأخلاقيات، ما فيش عمل في الدنيا ملوش أخلاقيات، حتى الدعارة لأخلاقيات، حتى الخمر لأخلاقيات إلى آخره، ما هم بيسموها أخلاقيات وما احنا بنسميها أخلاقيات ثانية. وبنتكلم عن مثل هذه الأشياء، ما فيش عمل في الدنيا ملوش إيه أخلاقيات. أنا هتكلم كلام أنتم من حقكم تسألوني أي سؤال محرج، أنا رفعت الحد إلى السماء. فما تتكسفوش وما تخافوش، اللي أنتم عايزين تقولوه قولوه، ولو حبيتوا تحرقوني احرقوني، ولو حبيتوا تحرقوني احرقوني ان شاء الله. لكل عمل هناك اخلاقيات، ولكل اخلاقيات لها اسس، يعني مفيش خلق من غير اسس، مفيش خلق من غير اسس، مفيش جبل من غير القاعده بتاعته واساس ليها، مفيش عماره من غير اساس، وهكذا. فلذلك كل اخلاقيه من اخلاقيات العمل الانساني لها أسس نتحلل. العمل الإنساني اللي هنقوم بيه ده بيخدم كل الأحياء، حيوانات، طيور، مناخ، حشرات، مياه، جبال، بيئة، كله كله كله، ليس فقط، لابد أن يقتصر عملنا الإنساني فقط على البشر. بني البشر هم جزء من مكونات الحياة في هذه الدنيا، وهم مستخلفون من الله على الحفاظ على هذه الكينونة في الأرض. فنحن مستخلفون من الله لكي نرعى حياة الآخرين من خلق الله سبحانه وتعالى. العمل الإنساني وأطر الحديثة بتقول إنه ما يكونش مسيس ولا محزب ولا مجمع إلى آخره آخره. وإحنا طبعا الداخل السوري في مشاكل كثيرة جدا جدا، في مشاكل كثيرة جدا زي أي مكان مغلق في صراعات مسلحة. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نسيس أو نجمع أو نحزب أو نؤدلج أعمالنا السياسية الإنسانية، لأن عمل الإنسان نفسه أطره تعلو كل هذه الشرذمات أو تعلو كل هذه الأطر الضيقة. بعد كده علي، المناخ اللي احنا بنعيش فيه اللي بيحكمنا حاليا، إيه هو المناخ؟ مناخ أمني ومناخ استخباراتي ومناخ عسكري ومناخ اللي هو التصنيف، واللي هو زي ما احنا قلنا كذا مره اللي هو الاسلاموفوبيا. اسلاموفوبيا. فلابد العامل في العمل الانساني يعي كل هذه المناخات المحيطه به والمحيطه بالمجتمعات التي يعمل فيها. ان لم يعي فلا يعمل معنا الى ان يتعلم. احنا ما بنهزرش، احنا ما بنمزحش، احنا بنتكلم عن حياه بشر، حياه شعوب، امال واحلام اطفال ونساء وارامل ومشايخ الى اخره. والذي لا يعرف هذه المناخات أرجوكم قولوا له أو قولوا له لا اخرجي وتعلميها ثم أتي إلينا. أما أن تأتي أو يأتي هذا الأخ ولا يعرف كل هذا ويبتدي يحلبس ويبلبس، حيودينا في 60 داهية أو حدنا في 60 داهية. طيب، في مشاكل أخرى بتواجهنا وفي العمل بتاعنا، منها كتيرة جدا، ده خلاف المناخ، الجهل والفقر والمرض والتطرف والغلو والانعزال والحرب على الارهاب والنزاعات المسلحه والهجره غير الشرعيه والتسحر والجفاف. يعني شيل من المشاكل زي ما انت عايز. يعني انا ذكرت لكم يمكن 10 نقاط، دي كل نقطه فيها ممكن تطلع فيها 50 نقطه، وكل نقطه فيها مليون ولا 2 ولا 5 ولا 10 ولا 20. خلاص يا شباب، ده بالنسبة للمدخل اللي احنا بنتكلم عنه في مدخل اللي احنا بنتكلم. مش هقول محاضرة، انا هحاول اخلص بسرعة. عدي بعد كده يا علي. طب بس خلاص خلاص، هنا بقى انا هتكلم عشان ارفع روحكم المعنوية، لان ولو ان روحكم المعنوية عالية جدا جدا جدا، وانا اتمنى ان تعلو روحي لتكون جوار ارواحكم، ارواحكم انتوا في الدنيا يعني، مش انتوا في الاخرة. في الاخرة مش هعرف اوصل ليكم لأنكم هتكونوا فعليين من أهل المعروف. أنا هذكر 7 أمثلة تبين أخلاقيات
العمل الإنساني من خلال أداء بعض هؤلاء الناس. أول مثل وإحنا بنشتغل في الإغاثة الإسلامية في التسعينيات، كنت أنا بحب أشتغل مع الشباب لأن هم الوقود وهم الرؤية وهم كذا وكذا وكذا وكذا. كان عندنا شاب صغير أنا بضلعه بقول له فيفو، هو اسمه فادي، كان عندنا 2 فادي، فادي اسكندراني وأعتقد هو دلوقتي مسؤول أو المدير التنفيذي لاتحاد رعاية الأيتام. الفترة دي اللي ما حدش شافها وما تعمعاشهاش ما يتكلمش ما ينظرش ما يمخمخش، فادي كان بينام على الأرض. فادي كان عنده اللي هو سليبنج باج. قلت له يا فادي تعالى من لندن، قال تعمل ايه؟ قلت له يشتغل عندنا كم ساعة؟ زي ما انت عايز. فادي عدد ساعات العمل بتاعته في التسعينيات كانت ما لا يقل عن 16 ساعة كل يوم. كان بيته ومكتبه وأكله وشربه في المكتب اللي كانت غرفة 3 متر في 3 متر. فادي كان يعتبر متطوع، قعد معنا حوالي 3 أشهر أو 6 أشهر مش فاكر، لكن في الآخر كان بينجز الذي يقوم به الكمبيوتر قبل أن يأتينا الكمبيوتر، تحليلات والحاجات دي. ده الروح بتاعت الشباب، الروح اللي احنا بنفتقدها دلوقتي. ده أول شخصية. تاني شخصية أسرة عراقية. كنا احنا بنلف في بريطانيا كعب داير، يعني من الشمال للجنوب والتحت التت في الوقت ده. فالأسر كانت بتستضيفنا في بيوتها بسعة صدر ورحابة صدر وحب وحنان، وكانوا ينيمونا في أجمل مكان ويحرموا أطفالهم من أنهم يناموا في هذه الغرف، وأنا كنت أنام في الغرفة دي كلها. هذا الإثار. يبقى فادي بيمثل وقود الروح بتاعت الشباب، والأسرة العراقية في جلاسكو دي بتسمى الإثار. في أسرة تانية مسؤولها اسمه بدلعنا أقول له ميمو، وميمو موجود معاكم. في 2008 اتكسر الجدار بتاع غزة ودخلت ناس كتير جدا. فأنا دخلت زي ما دخلوا الناس، مين اللي كان موجود هناك؟ مدير المكتب هناك كان واحد اسمه ميمو. ميمو موجود يا ميمو؟ قول لهم أنا ميمو. ميمو أصبح دكتور دلوقتي وهو المدير بتاعكم الكبير. الجمال في اليوم ده ان احنا كنا في اخر يناير، ده دكتور محمد السوس، يعني كنا في اخر يناير، يعني برد وكانت ممطرة، واثر ان ابيت في غرفة نومه اللي بينام فيها مع زوجته وهو يخرج في الخارج. انا اعطوني كل الالحفة اللي في البيت علشان اتغطى بيها، ومع ذلك كنت بردان. فما بالك هم كانوا ايه؟ ده جزء اخر من الاثار. العمليه مش عمليه انا مدير ولا انا موظف، لا، العمليه عمليه شعور بالمسؤوليه، شعور بالمسؤوليه. هنا في اثار زائد شعور بالمسؤوليه. رحت زرنا مستشفى الشفا، فجات لي ورقه كده بتقول لي فلان وفلان عايزين يزوركم. قلت لها مش موجود، دون ذكر اسماء، لان انا جاي في مهمه انسانيه ليس في مهمه سياسيه. واضح ولا مش واضح؟ اللي يلبس لي كل يوم طاقيه يروح يقعد بره مش عايزينه، او تروح تقعد بره مش عايزينها، ما تودوناش في 60 داهيه زي ما احنا شايفين في اماكن كتيرة جدا. واحد يلبس طاقيه بيضاء وبعد حمراء وبعد خضراء وبعد زرقاء انت لو لخبطت الامن ولا استخبرت الاستخبارات هتتعلم عليك. وحتى لو انت ما لخبطتش والناس مش عاجبها دمك، لان دمك تقيل وغلس زي حالات واحد زي حالات ثانيه، في يعني بالمصري تلم ورزل ولزج وايه وتنح وغليظ كده، يبقى الواحد قرفان منه يقول لك يا اخي يا ساتر خليه يمشي، برضك هيجيبوه. خلاص يا شباب، يبقى احنا اتكلمنا عن المسؤوليه وعن الروح وعن ان انت ما دخلت في مهنه انسانيه في مهنه فيها صراعات، اوعى حذاري. ولنا قصه ثانيه مع حماده برضك، لا انا مش هم اسمه حماده ولا ميمو، حماده. ان احنا في 2010 لما دخلنا هو قال لنا ننزل في انهي اوتيل عشان الاوتيل ده من يملكه، وإذا دخلنا في اوتيل يملكه مجموعة معينة صنفنا بأن أنا أتباع مثل هذه المجموعة. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ دي أخلاقيات العمل، إن أنا عارف إن في كل مسلك من سلوكي أنا بحمي المؤسسة. أكون فطن، أكون ذكي، أكون واعي، أكون قادر، أكون عندي المعلومة، كل هذه الأشياء بتمثل جزء من أخلاقياتي. في واحد شيخ جالنا مرة وداعية جالنا مرة من مصر، الله يرحمه بقى، كان فلاح. تعرف قال لنا ايه؟ قال لنا يا شباب
حينما تعتلون المنصة وتتحدثون اعلموا أن الناس تراكم وتسمعكم بأعينهم، يعني بيشوفوا أنت لابس إيه، بتتكلم إزاي، ولادك شكلهم إيه، تصرفاتك إزاي، قبل ما يخش الكلام في ودانهم أو يخش الكلام في قلوبهم. إنهم يروننا بأعينهم أو يسمعوننا بأعينهم ويدركوننا بأعينهم. ده المجتمع اللي احنا بنتعامل معانا فيه. فلما نروح نتعامل مع السوريين النازحين في الداخل أو في الخارج، نعلم أننا نرى أو كلامنا يسمع بالأعين ولا يسمع بالأذان فقط. وإحنا بننظم دورة الألعاب الرياضية بتاعت الأغاثة الإسلامية في 1989، كان عندنا شباب زي الفل زيكم كده زي الورد، شايفين البوسة دي؟ خدوها يلا. وكنا مؤجلين المركز الإسلامي اللي هو قدام المركز الرياضي، مش عارفين كم فرقة كرة قدم وكرة سلة وكرة فولي بول إلى آخره جايين. وكان مدير الـ 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 النشاط ده شاب صغير اسمه زهور قريشي، دلوقتي هو دكتور عقبال عندكم، متجوز ومخلف وبسم الله ما شاء الله، يعني ما عندناش أي حد. تعرفوا نام زهور نام فين؟ زهور فضل طول الليلة قاعد على كرسي يستقبل الشباب الذين يأتون من كل مكان في بريطانيا، لم ينم لمدة 3 أيام. وكل الشباب اللي عملوا معنا في هذا المجال لم يناموا لمدة قبل الدورة وبعد الدورة. هذا هو التضحية والبذل والعرق والجهد اللي بيقوم بالشباب. دي من الأخلاقيات. أنا بتكلم عن شيء، أنا مش بتكلم عن حاجات، أنا عندي 19 نقطة موجودة، وبعتها امبارح للدكتور محمد السوسي وقلت له لو عايز توزعها وزعها على الناس كلها في محاضرة عملتها من 30 أو من 3 سنين. لكن أنا مش، أنا بتكلم على الدروس العملية. ده بالنسبة لظهور قريش. احنا لما جينا نمنا في نفس البتاعة دي، نفس الدورة، عملنا ايه؟ نسينا نجيب السليبنج باك بتاعتنا اللي هي الاكياس اللي بننام فيها دي كلها. وكان الكلام ده في اخر اكتوبر، اخر اكتوبر في بريطانيا يعني برد. تعرفوا عملنا ايه يا شباب؟ شلنا سجاد الجامع ودخلنا تحت سجاد الجامع اللي هو يعني ما بين اللي هو الاسفلت او اللي هو الايه؟ الاسمنت بتاع الارضية، وتغطينا بالسجاد ونمنا نومة زي الفل. شفتوا بقى قد ايه؟ ان احنا ما كناش بنبص للماديات، الغرفه في الاوتيل ولا الغرفه دي الاكل سخن ولا مش سخن، ولا بيحطوا شاي ولا الشاي ده سخن ولا مش سخن، ولا بيجيبوا سلطه. جات انا بتكلم عن نفسي، جاتني 60 نيله. انا لان انا جاي من 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 ارض النيل، فاتنيل على عيني، جاتني 60 نيله. انا بتعامل مع فقراء ومساكين، مع اموال فقراء ومساكين، دي حاجه ثانيه. الأمناء بتوعنا في أول الطريق كانوا يناموا في نفس المسجد، ما كانش فيه أوتيلات، ما كانش فيه مصاريف، كل هذه الأشياء ليه؟ لأن كنا نحاول نقلل الخفض المادي لكي يكون أغلب الإنفاق للناس اللي في غزة أو للناس اللي في السودان أو للناس في باكستان أو أفغانستان أو أفريقيا إلى آخره. ده المثل اللي هي السابعة والثامن. في رمضان يا شباب برضك هقول لكم حاجة تانية عشان تعرفوا ان الاخلاق عمل ملموس بيراه المجتمع، سواء المجتمع ده المستفيد منك انت او المجتمع المانح. كان عندنا حاجة اسمها كارافان تور، يعني ناخد العربية من ليلة رمضان او اول ليلة رمضان ونلف بيها بريطانيا. ويمكن فادي موجود معانا ممكن يكلمكم عن هو كان بيطلع في العربية دي ازاي. من 29 يوم لا انت مع اهلك ولا مع اولادك، وساعات لما كنا في الخارج ها كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقضي العيد مش مع اولادنا، يعني لا بتفطر مع اولادك لمده الشهر كله، وفي نفس الوقت لا بتقضي العيد مع اولادك. هنا بنتكلم عن ايه؟ عن روحكم انتم، ان لله انتم، انا بتكلم دلوقتي عنكم، ان لله رجالا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم، انهم من؟ الامنون من عذاب الله يوم القيامه. انتم هؤلاء حذاري أن تعلوا على من يدفع لنا ولكم الرواتب، حذاري أن تهمشوهم، حذاري أن تنظروا إليهم نظرة ازدرائية، لأنهم هم الملاك الحقيقيين لهذه المؤسسة. لا الأمناء اللي عندكم واللي عندنا ولا المدراء ولا أنتم، إنه النازح السوري والمريض السوري والمريضة السورية والطفل اليتيم السوري، هم دول أصحاب المال. فحينما يتعامل معهم يكون عملنا أخلاقي،
بكل الأخلاق التي اجتمعت في مكارم الأخلاق التي قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا مش عايز أخش بقى في محاضرات كتيرة لأن أنا قلت أما سخنكم كده الأول بعدين أنتوا بقى تنفجروا فيا. يلا بسم الله، يلا يا محمد خليهم ينفجروا فيا. أنا خلصت. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك أستاذنا. نحن متوقعين تتكلم ساعة ونصف والأسئلة نصف ساعة. لا لا، أنا اتقال لي اتكلم ربع ساعة أو تلت ساعة والأسئلة ساعة. ما شاء الله بارك الله. فأنا ممكن أتكلم زي ما أنتم عايزين بس هيبقى كثرة الكلام، يعني خير الكلام ما قل ودل. فأنا بدأت بالأمثلة العملية يا شباب عشان أنتم تروا نفسكم جزء من هذه الأمثلة العملية وتبتدوا تسألوا الأسئلة المحرجة. أنا عايزكم أنتم تتكلموا مش أنا اللي أتكلم. أنا ياما اتكلمت كتير قوي. اتفضل. الو، المازق الاهم ومازق الاخلاق. بارك الله فيك. طيب اذا عندك اي مدافع. السلام عليكم. السؤال شكرا شباب وبركاته، حياكم الله اخواني. بس من اجل تنظيم المداخلات بس يا ريت لي عنده اي سؤال او استفسار يكتب لنا رقم واحد، يكتب لنا رقم واحد على الشات مشان ننظم المداخلات. الله يجزاك. هل في سؤال؟ الدكتور فراس اول رقم، تفضل. فراس تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله دكتور هاني وكل الشكر لحضورك. الله يجزيك خير على الكلمات الطيبه اللي تفضلت فيها. الله يبارك فيك ويحفظك. انا اسمي فراس فارس، مدير البرامج والعمليات في سيما. دكتور الحبيب، طبعا هو ليس سؤال انما هو مأزق نحن صراحة نقع فيه احيانا. اكيد يعني اي حدا بيشتغل بالعمل الانساني او اي شخص بيشتغل بالعمل الانساني بيكون في عنده على الاقل الحد الادنى من اخلاقيات هذا العمل، لانه غير هيك ما حيقدر يتمم العمل لفترات طويلة. يعني حينكشف عمله او حتنكشف النوايا تبعته خلال سنة او سنتين من العمل الانساني. ف الأشخاص اللي موجودين في الغرفة أتوقع كلياتهم عم يشتغلوا لهم حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات فما أكثر بمجال العمل الإنساني. المأزق اللي أحيانا نقع فيه هو المأزق الأخلاقي اللي بيتسبب فيه شروط منحة أو شروط مانح عم نشتغل معه. حقيقة هذا أمر يعني أحيانا بيسبب لنا كثير مشاكل، إنه أنا أريد كذا، اريد الامر ان يطبق بالناحيه الفلانيه ولكن عندي محددات محدده لا تسمح لي بالعمل في هذا المجال اللي انا حابب اشتغل فيه، وخصوصا لما اكون عم اشتغل لبلدي. يعني مثلا نحن الغالبيه العظمى من الموجودين السوريين عم يشتغلوا في سوريا، فهذا الامر يعني بيحطهم بمأزق اخلاقي اكبر بكثير، لانه هم عم يشتغلوا لاهلهم وناسهم والمراقبين امام الناس ومحاسبين امام الناس بشكل كثير كبير، حتى ممكن يكون حسابهم شخصي امام الناس حقيقه. فهذا الامر بيسبب لنا مشاكل كثير كبيره كثير عظيمه، والامثله على ذلك كثير. يعني ما بتضيع وقت المحاضره بامثله، ولكن شو هو التصرف الامثل اللي لازم يتصرفه العامل الانساني بهالمجال هذا؟ طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا تعلمنا في الماضي حاجه اسمها participatory approach او ان احنا بنتكلم عليه المشاركه المجتمعيه. لابد أن نجعل لنا شركاء من أبناء المجتمعات التي نعمل فيها ولا نعمل بمعزل عنهم. يعني إحنا ممكن ندير مخيمات في بعض الدول، كل مخيم داخل مجلس الإدارة بتاعته مجموعة من اللاجئين أو النازحين من أبناء هذا المخيم، عشان هم اللي يقفوا مع الجماهير إذا كان في قلة في الطعام، قلة في الغذاء، قلة في الكساء، قلة في المياه، قلة في التعليم إلى آخره. فالمشاركة المجتمعية هي بتعمل لك حماية مهمة. قد يكون ده تحدي كبير جدا في الداخل السوري. ليه؟ لأن أنت مش عارف تتعامل مع مين، لكن عليك أن تقلل هذه الهجمة بأن تطلع يعني أهل العلم والحل والعقد من أبناء المجتمع بالصعاب اللي بتواجهك، علشان هم يدافعوا عنك. لأن دايما المجتمع النازحين واللاجئين والفقراء والمرضى وكذا
مجتمع ناقد ناقد ناقد، وقد يصل الى ناقم. ليه؟ لانه بيروا ان عمال الاغاثه راكبين عربيات، بيروا ان عمال الاغاثه بيقول لهم راكبين عربيات او يكون شكلهم مظهرهم مختلف عن المظهر بتاعهم، وبيعرفوا المرتبات الى اخره. فلذلك ان لم نستطيع ان نكون حولنا يعني مناصره شعبيه مجتمعيه في الداخل السوري، هيبقى الضغط علينا اكتر واكتر واكتر، انهم مش عارفوا ايه اللي بيحصل. الامر التالي بالنسبه للمانح نفسه، من هو المانح؟ المانح كان يكون مانح غربي، وفي الغالب المانح الغربي بيقول لك دي شروطي قبل ما اخش معاك في الـ في الـ في في الشغل، يا لا. في الاول بيكون واضح 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 من المؤسسات. المانح الغير غربي او غير مؤسسي بيكون مزاجي مزاجي، وللاسف يعني يصحى من النوم عنده فكره، يعني احنا ياما عانينا من 4 سنوات نقول لهم كفايه بقى، زي ام كلثوم ما بتقول لكم تعذيب وشقى ودموع فلوقاك ودموع فلوقك ودموع دموع في خصام ودموع مش عارف يعني الاغنيه شكلها ايه. نقول لهم مش عايزين السله الغذائيه، السله الغذائيه بتكلف 40 دولار بتتباع في ادلب ب 5 و6 و10 دولار، ومع ذلك المانح يقول لك لازم. هنا بقى احنا بنقول ايه يا شباب؟ ان لو احنا ما عملناش كتل مجتمعيه في الداخل السوري وفي الخارج السوري تقول لا، تستطيع انها تقول لا مش عايزين ده وده هدفنا، يبقى هنفضل كده ما بين نكون احنا ما بين المطرقه والسندان. المشكله ان كتير جدا من جمعياتنا لما تعرف مزاج المنح بتلف حوالين المجموعه دي كلها، زي ما قلنا محمد دكتور محمد السوسي قال ايه؟ قال لك في اتحاد الجمع اللي هم الجمعيه المؤسسات المجتمع المدني السوريه، المؤسسات المشتركه فيه حتى ما جاش تدفع على الاشتراك، فازاي هيعمل هو مناصره او يطور نفسه او يعمل بحث او يؤثر على حاجه؟ فلذلك في الداخل يكون لنا شركاء محليين يستطيعوا ان هم من 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 الاهالي او من الجمعيات المحليه اللي تشرح دورنا هو شكله ايه وصعوبته، وفي الخارج مع المانحين يكون احنا لوكت كتل مع بعضهم، يعني هنشتغل في ادلب او هنشتغل في دير الزور او في اي مكان من الاماكن دي كلها، نقول والله هذه هي سياستنا للعمل هناك كمجموعه من المؤسسات، نبني الشراكه بيننا والمؤسسات الاخرى. ده لو حصل يبقى احنا هنستطيع ان نؤثر على المانح الكبير ونؤثر على المجتمع الداخلي اللي هو دايما بيكون ناقد وناقم علينا. دكتور فراس تفضل كمل سؤالك بعد عمرك بعدين ننتقل للمدام كده. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا دكتور هاني، الله يبارك فيك يا رب. انا طبعا سؤالي بيجرني لسؤال ثاني من خلال اجابه حضرتك، اللي هي انه نرى احيانا بعض الاشخاص، يعني هلا انا طرحت مشكله المانح وشروط المانح، اكيد هي مشكله عم نعاني منها جميعا وعم نحاول قدر الامكان انه نخرج من هذه المشكله بحل مرضي للمجتمع اللي عم نشتغل فيه ومرضي لذواتنا نحن ايضا كعاملين انسانيين، ولكن في بعض الاحيان قد يؤثر علينا بعض العاملين الانسانيين الاخرين اللي عم يعملوا بنفس المجال اللي نحن عم نشتغل فيه مثلا على سبيل المثال. فنلاحظ انه بعض الاشخاص الفاعلين جدا في المنطقه اللي عم نشتغل فيها عم يقدموا معلومات مغلوطه للمانح لاهداف تخصهم هن، يعني ما بعرف شو هي الاهداف، وتكون الاكتيفيتيز او النشاطات اللي عم يقوموا فيها مخالفه للواقع حقيقه، وهذا الشيء اكيد عم يخلق مثل كونفيوجن او عم يخلق يعني ارتباك عند المانح انه مين بده يصدق بهذا الموضوع. وهذا الامر عانينا منه كثير بالسياق السوري نتيجه لكثير ظروف امنيه بتعرفها حضرتك، لظروف عدم الوصول لكثير من المؤسسات الدوليه للداخل، للمانحين عدم وصولهم الى الداخل، عم يعتمدوا على تقارير مراقبه وتقييم فقط من خلال مراقب خارجي. فكيف ممكن ايضا نحن نتصرف مع هالاشخاص هي اللي ممكن يسيئوا لاخلاقيات العمل الانساني اللي هن موجودين بيناتنا حقيقه؟ طيب، لذلك هو في مثل هنا بنقول فيه كوبايه شاي، نقعد مع بعض نتكلم ايه مستقبل العمل في المنطقه المعينه دي كلها وكيف نتعامل مع بعضنا. هو بعض الشباب دول قليل الخبره المتسارعين المتهافتين على المال مش هيعيشوا طويلا لانهم هيكتشفوا فيما بعد. انت كمؤسستك يا اخ فراس اعمل الصح يحتال عدوك فيه، اعمل الصح يحتال عدوك. انا ادي مثل مهم جدا في شركه من شركه الملابس القديمه اللي تركها المؤسسه الاغاثه، ما كانش بيهمهم السعر اللي بيبيعوا بيه، كان بيهمهم النوعيه. فاصبح يجي لهم طلبات يعني تقعد بست اشهر، الناس اللي هم التجار اللي من افريقيا واللي من العراق واللي من تركيا واللي من باكستان الى اخره، لانه عارفين الماده اللي بيقدموها
مش بيقدمها ناس تانيين. فلذلك انت اعمل الصح، وعمل الصح ده هيكلفك وقت وجهد ومال عشان تتميز لميز الله الخبيث من الطيب. يعني احنا في خلال 20 سنه اللي فاتت، 15 سنه اللي فاتت، تساقط رموز كتير جدا في العالم، سواء كان في العمل العالم السياسي او العالم الانساني او العالم الاجتماعي او العالم الافتراضي او العمل العالم كل حاجه تساقطوا، يعني تساقطت اوراق التوت عن كل هؤلاء الناس. لكن من استطاعوا ان يستمروا بنفس المسيره نفس المعايير ولم يغيروا معاييرهم او قيمهم او او او, أو رسالتهم سيستمروا بصعوبه ولكنهم لن ينجحوا. في الاغاثه الاسلاميه بدانا من 1984، كان يمكن كنا بنبحث عن الدخول في الامم المتحده في نهايه الثمانينيات، يعني واحنا لسه بنحبه، كان عندنا رؤيه اننا لا لازم نخش هنا ونخش، لازم يكون لنا شراكه مع الاوكسفام، لازم يكون لنا شراكه مع مؤسسه الصليب الاحمر الدولي، لازم يكون لنا شراكه مع الامم المتحده. ودخلنا الامم المتحده ومنظومه الامم المتحده لو الايكوساك 1993. اعتقد ان المنظم يعمل ميوت لكل المشاركين ده اسهل. فكان رؤيتنا اننا نخش في هذه المجالات، ودي بتاخد انك بتبني طريق طويل صعب، لكن مستقيم، لكن بيعرفك فيه الناس. ده شيء. الشيء الثاني، ليس فقط كافي انك تكون تعين راجع خارجي من الداخل السوري. انا اقول لك في المناطق دي كلها لماذا يحدث الفساد. انا ما عنديش مشكله ان انا اعين مراجع خارجي او مراقب خارجي من الداخل السوري، لكن لابد وانتم كلكم سوريين ان احنا يحصل لنا زيارات ميدانيه متتابعه من المكتب الرئيسي. المكتب الرئيسي ما يقعدش سلطان على اريكه ابدا، يكون في، وخاصه السوريين ممكن يخشوا الداخل السوري يقعدوا اسبوع او اسبوعين. زائد في جمعيات للمراقبه من غازي عنتاب او من اسطنبول من ابناء السوريين اللي هم فطنوا لمثل هذه الامور، يكون لهم ايضا ممكن تعمل لك اكثر من مراجع داخلي وخارجي، مراجع داخلي داخل المؤسسه ومراجع خارجي من الداخل السوري، وده اللي يخشى منه ان هو يلتف حوله. ومراجع خارجي انت تبعته مع ابناء المكتب الرئيسي اللي موجود في غازي عنتاب او في اسطنبول. هنا سيحكم الفساد ويقلل الفساد وينهى امر الفساد. لكن التعامل مع مؤسسات اخرى دي لابد نقعد معاهم، لابد، شئنا ام ابينا، اتفقنا ام اختلفنا، لابد، لاننا نفهم بعضهم ان القضيه مش قضيه 1000 دولار او 100000 دولار او مليون دولار او مال، القضيه قضيه 7 مليون نازع في الداخل. كم طفل ما دخلوش المدارس؟ كم مستشفى عندنا؟ كم عيادة عندنا؟ كم سلة غذاء احنا عايزينها؟ كم مشروع لللايف لهود احنا عايزين نعمله؟ كل هذه الأشياء لابد نقعد مع بعض، ومحدش فينا يستعلي بنفسه أو بميزانيته على الآخر. يعني حتى لو أنا كنت قاعد مع مؤسسة هي ميزانيتها مليون دولار وأنا عندي 20 30 مليون دولار، أنا أقعد كشريك متساوي في الفكر والقول، وقد أقوم لله متساوي في العمل، علشان اشعر هؤلاء ان انا بأكبر من حجمهم ومن قدرهم. فلما حصلش التواصل بيننا وبين المجتمع الداخلي، ثم التواصل بيننا ومن شركائنا في المجتمع الداخلي من الجمعيات، ثم عملنا نظام مراجعه من مراقب خارجي في الداخل السوري ويخرج له واحد ثاني من الخارج السوري اللي هو من تركيا او، والزيارات المدنيه، ستجد ما لا يسرك والعياذ بالله. انا عندي علم والعياذ بالله مش ممن سمعت وفطنت وعلمت ان هناك فساد كبير بني على قاعده اهل الثقه. انا ما عنديش مشكله ان انا اوظف فلان لان انا اثق فيه، لكن المشكله لولا انا لم اراقب واوجه واتابع من اثق فيه سيفسد، وستفسد المؤسسه، وستطلع حجج كبيره تقول والله احنا كذا كذا كذا، وكل منا سيؤثر لنفسه والاقارب. طبعا التوظيف بتاع الاهالي موجود، وبتاع الاصحاب موجود، والشلليه موجوده، والمزاجيه موجوده، كل ده ليه؟ لانهم معتمدين على المكتب الرئيسي ما بيزورش. لابد المكتب الرئيسي يزور، ولابد المكتب الرئيسي يدي صلاحيات بعقود محدده وبوصف وظيفي محدد لكل وظيفه،
وبميزانية محددة يتابع فيها مسؤول كل مشروع، ثم مسؤول كل إدارة، ثم مسؤول كل قسم، ثم مسؤول إيه المكتب ككل. جزاكم الله خير يا أخي فراس. جزاك الله خيرا دكتور. مدام كندا تفضلي بعد أمرك. السلام عليكم دكتور هاني. عليكم السلام. معك كندا حوراني، أنا مديرة برنامج الحماية بالسيما. حضرتك طبعا أشهر من نار على علم. أنا استغفر شخصيا تابع يعني أنشطة الإسلاميك ريليف من زمان، يعني حتى قبل الثورة السورية. صراحة سؤالي عن الإسلاميك ريليف، هلا انا معلوماتي يا ريت تصحح لي، انه الاسلاميك ريليف عندهم مشروع يعني مشاريع كبيره بمناطق النظام السوري، بس صحيح ولا لا؟ انهي اسلاميك ريليف فيهم؟ ما بعرف، شفت انا بقى؟ فكري وحده. لا 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 لا، شفت بقى يا اخت كندا، انا احبك في هاي الله، منيح. انا شوف، صلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك ودين عليه، النبي صلاه، اللهم صل وسلم وبارك انا عليه. بحبك في الله، وعشان بحبك في الله الله اقول لك يخليك. تاكدي من المعلومه قبل ان تقوم بيها. في اتنين اسلامك ليف، لذلك انا سالتك يا دكتور. في اتنين اسلامك ليف، اها، واحده من فرنسا اسمها سيكور اسلاميك، واحده اللي هي الام واخد بالك اللي هي اسمها اسلامك ليف وورلد وايد، اللي هي موجوده في غازي عنتاب، غازي عنتاب مش غازي عنتاب، في اسطنبول. فانا اعتقد والله اعلم ان السيكور الاسلاميك ليها مكتب فعلا في الداخل، وهي بتعمل وربنا يوفقهم في هذا الموضوع. اما تمام، اسلامك ليف شكرا الثانيه جزيلا. الاخرى اللي هي الام، فهي بتعمل في في عن طريق المنظومه الموجوده في تركيا الى اخره. تمام شكرا، بس انا كنت حابه شو يعني اسالك، انه شو الوضع يعني، قدرانين يلتزموا اخلاقيا بالمعايير الاخلاقيه من مناطق النظام؟ هذا السؤال. شوف انا هقول لك، شكرا كثير لك، انا بس للتوضيح. هعرج على هذا الموضوع يا اخت، يا اخت كندا ويا اخ فراس ولكل الشباب الموجودين. انا زي ما وصفت نفسي في من قبل، قلت تلم وتنح ولزج وغلظ، يعني مقرف. انا عايز اشتغل في منطقه مش عجباني فيها صراع. سئيل يا دكتور، ها؟ السوري بيسموك سئيل. ده انا مش سئيل، ده انا كل التقل والقرف فيا، واخد بالك؟ يعني وكل البلاوي فيا يا اخ محمد، واخد بالك؟ انا قررت ان انا اروح منطقه. هشاكم لا لا لا، انا بتكلم ما نمررها. لا انا بتكلم عن ايه؟ انا عايز اشتغل في منطقه معينه، المسؤولين عن هذه المنطقه انا بختلف معاهم في السياسه بتاعتهم وفي الاخلاقيات وكذا 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 وكذا. ان استطعت ان يكون بيني وبين هذه الانظمه اتفاقيه تجعلني ان انا اوصل هذه المعونات لمستحقيها دون ان يعني يؤثر او اتاثر او حيادياتي وسخانياتي تتاثر، اشتغل. ما قدرتش اشتغل في مكان تاني. يعني انا في يوم من الايام قبل ما نفتح المكتب في غزه في 1997، دي كانت اول زياره لغزه في الوقت ده، ايام اوسلو بقى وايام الله يرحمه الرئيس ياسر عرفات، وغزه هتبقى هونج كونج وهتبقى سنغافوره، وكان ايه الدنيا ربيع والجو بديع الى اخره. جالي واحد من حته معينه وقال لي احنا عايزين ايه نقترح عليك عضو مجلس اداره. قلت له بقول لك ايه، سامعني يا اخت كندا؟ سامعني يا اخ فراس؟ قلت له بقول لك ايه، انا هعين اعضاء مجلس ادارتي ومش عايز منك اي حاجه. سمحتوا لنا بالعمل عملنا، ما سمحتولناش ماشيين. العالم مليان فقر، فتوافقوا، فما زال المكتب يعمل الان. وده اللي عملته حاجه اسمها انير، يعني امريكان نير ايست فاونديشن. فاحنا عاملونا زي امريكان نير ايست فاونديشن، فعاملونا جزاهم الله خير، وما زلنا نعمل بهذه السياسه علشان نحافظ على حيادات. مش قادر احافظ على حيادات يا اخت كندا، ما اشتغلش، لان ان لم استطع ان احافظ على حيادياتي واستقلاليتي ستهدم المؤسسه من الداخل، وده قرار استراتيجي لكل مؤسسه. تفضل يا اخي. جزاك الله خير مدام كنت بس تكملي سؤالك بعدين دكتور فراس. تمام، بس توضيح دكتور. هلا يعني انا بالنسبه لي ما في عندي مشكله انه يعني مناطق نظام الواحد لازم يشتغل ويليس كل العالم، هي من اخلاقيات عمل الانسان. لكن بالسياق السوري عندنا في اشكاليه كبيره، لانه نحن بنعرف شو طبيعه النظام، وبنعرف اللي عم يشتغل ما عم يقدر يطبق هذا. يعني سؤالي كان من هالمنطلق، انه نعم. بنعرف شو النظام، وبنعرف
انه اللي عم يشتغل هناك ما عم يقدر يلتزم، الامم المتحده ما عم تقدر تلتزم ولا عم تقدر تشتغل مثل ما بدها. هي شغله. شغله ثانيه صراحه، انا صح عامله انسانيه وانا الحمد لله يعني عفز بنفسي، لكن انا كمان بنفس الوقت بنت ثوره، وكوني بنت ثوره فانا يعني مجرد الشغل بمناطق النظام صراحه بيعز علي اي منظمه تكون انا بحترمها مثل سيري اسلامي في ريت انه تشتغل هيك، لانه هذا ما انت شرعنه النظام. هي بالنسبه لي شخصيا، لكن انا ما بعطي احكام لانه هو العمل الانساني لا يتجزا، وين ما كان لازم نشتغل، بس مثل ما قلنا انه لازم يكون في شروط متوافره حتى انت تطبق يعني قيمك الاخلاقيه خلال عملك الانساني. بس للتوضيح وشكرا كثير لك. لذلك بس عشان تكونكلود يا اختي كندا، أنا قلت لك إن استطعتي أن تحافظي على حياديتك مع أي مكان في العالم. أديكي مثل تاني بس لو الأخ يسمح لي، في جنوب السودان كان في صراع ما بين الجنوب قبل الانفصال وما بين الحكومة في الخرطوم. حبينا إحنا نروح نشتغل في، كنا بنشتغل في الخرطوم. حبينا نروح نشتغل في الجنوب. فكان أول شيء عملناه إيه؟ إن إحنا كلمنا الحكومة في الخرطوم وقلنا سوري في الخرطوم إحنا ننزل كذا 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 نشتغل في 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 الجنوب. قلنا أهلا وسهلا توكلوا على الله روحوا هناك. رحنا قعدنا مع ممثلي الجيش الشعبي وممثلي الحركة الشعبية لجنوب السودان في مدينة اسمها نيفاشا في كينيا. قلنا أهلا وسهلا بيكم. الجانبين عرفوا إن إحنا بنشتغل هنا وبنشتغل هنا. وده إحنا بنتكلم عليه الكروس بوردر. كروس بوردر كونفليكت، يعني تبعتي في مناطق مثلا في السودان مناطق تماس ما بين الشمال والجنوب فيها صراعات، انت لازم تشتغلي على الجانبين. لذلك انا ما وصفتش شخصيتي بانها شخصيتي الثقيله الدم. البرودي هنا مش معناها ايه؟ مش معناها ان انا مش مؤمن بقضيتي، انا مؤمن بيها، بس انا مركز على عين الانسان اللي هناك ده اللي محتاجني. فلو انا عبرت عن مشاعري الدفينة سأحرم هؤلاء مما أنا ممكن أوصله إليهم. فلذلك إن استطعنا أن نعمل في حيادية واستقلالية كان بها، لم نستطع خلاص محدش إيه يجبرك على أي شيء. ونجحنا في الجنوب فضل الله سبحانه وتعالى. وبالعكس تعرف إيه اللي حصل يا أختي كندا ويا أخي فراس؟ ان اللي كانوا بيدافعوا عن علينا في غيابنا كانوا الجنوبيين من غير المسلمين، لانهم شافونا وشافوا ادائنا وشافوا ان احنا مش متحيزين للمسلمين فقط، احنا بنعمل بير ميه او جبنه حفاره، اشتغلنا مع الوالي في الولايه الفلانيه والولايه الفلانيه والفلانيه، واستطعنا بشهاده الوالي ان قلت لك قبل كده يا اخت كندا واخ فراس ان الاخلاق اداء، واننا في احد الولايات حلينا 30% من مشكله الميه في هذه الولايه في اقل من 5 سنوات. فبالتالي وقفوا وراكي. فلذلك انا 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 ارى مشاعرك واشعر بها، والتلامه واللزاجه والثقل ده بتاع الشخصيه مش كل واحد يستطيع ان يتميز بيه. يمكن انا اخت كندا او اخ فراس يعني من كتر ما حصل فيا ما حصل في الأربعين سنة اللي فاتت فتميزت بهذه بثقل الدم والقرف واللي انتوا عارفينه بقى اللي انتوا بتقولوا عليه حاشاك الله. اتفضل يا اخي. دكتور واسف اذا تقلت. لا بالعكس اهلا وسهلا، وتقلي كمان مفيش مشكله، الدنيا برد عندنا. لا دكتور فراس اتفضل، بعده الدكتور عبد الحنان حسب الترتيب. طيب بارك الله فيكم. انا والله انا اسف يعني باخذ وقت زياده بس الكلام مشوق. الله يجزيك خير دكتور هاني. هلا طبعا للتعقيب على كلام الاخت كندا قبل ما بلش بسؤالي، سيما كرابطه بين المغتربين السوريين بال 2012 2013 انا اتفق تماما انه كان في لها نشاط ببعض المناطق المسيطر عليها النظام السوري، ولكن كانت نشاطات سريه كون الطرف الاخر هو لم يقبل بنا. يعني لاخذ العلم انه نحن بالاصل نستهدف اهلنا في الشعب السوري، كان هو الهدف الاول قبل رؤيه سيما العالميه انه نحن نستهدف اهلنا في الداخل السوري اينما كانوا، وكان في كثير نشاطات ولكن كانت محفوفه بالمخاطر. فهذا مو موضوعنا، انا ما كثير بدي اخوض بهذا الموضوع الحقيقه. انا سؤالي للدكتور هاني هو بموضوع مختلف عن هذا الموضوع، اللي هو موضوع مجالس الاداره يعني موجوده او مجلس الاداره. العامل الانساني يعني اللي هو كموظف يعني يعمل في مؤسسه انسانيه كموظف، كيف
يستطيع ان يتعامل مع مجالس الاداره ومع رؤيه المختلفه بين اعضاء مجلس الاداره، وخصوصا في منظمات مثل المنظمات السوريه اللي فيها بتعرف السوريين محبين للنقاش ما شاء الله، فبيناقشوا بعضهم باي نقطه او باي امر ممكن يحدث، وهذا الشيء نحن نلمسه حقيقه بسيما. فلما بيكون في مثلا افكار عند بعض اعضاء مجلس الاداره على سبيل المثال يراها العامل الانساني من وجهه نظره انه هي قد تكون مخالفه لشروط منحه او لشروط عمل، او حتى احيانا قد تكون مخالفه من وجهه نظر هذا العامل لاخلاقيات عمل انساني، كيف يستطيع ان يتصرف مع هؤلاء الاخوه اعضاء مجلس الاداره، علما انه نحن واثقين ان نيات الخير موجوده عند الجميع، ولكن قد تختلف الطريقه بين شخص واخر. فهذا الامر احيانا قد يسبب مشاكل، احيانا قد يسبب خلافات داخليه بين موظفين وبين اعضاء مجلس الاداره. كيف ممكن انه نتوصل لحلول بهذا الامر؟ وطبعا الكلام بشكل عام، بارك الله فيك. طيب الحمد لله استاذ عرسام، انت اتيت على مقتل لكافة الأعمال الإنسانية والاجتماعية، وهو عدم إدراك أعضاء مجلس الإدارة أصحاب القرار بالمخاطر التي تواجه المؤسسة، والمخاطر التي تواجه العاملين، والمخاطر التي تواجه الشعوب التي يعملون من أجل تخفيف المعاناة عنهم. ده خطير جدا. لذلك أنا قلت في الأول أهل الثقة جيدين، لكن أهل العلم والقوة هم اللي احنا عايزينهم. انا ليه بجي في مجلس اداري لون واحد، فصيل واحد، نوع واحد، يعني كلنا نكون رجاله؟ طب والنساء اللي ولدونا دول وربونا واتجوزونا وخلفونا ومش عارف ايه، يعني ما عندهمش مخ عشان يخش في مجلس اداره؟ طب الشباب اللي هم متنططين في كل حته في العالم بيحاولوا يكونوا صناع تغيير، ليه ما نجيبهمش؟ الحته بتاعت التقليديه دي انا اسميها الراديكاليه التقليديه، لانها بتعرقل وتعطل وتجعل ان عضو مجلس اداره يقول انا الامين الوحيد على المؤسسه. لماذا انت اخترت لتصبح صانع قرار؟ ان كنت غير قادر على صناعه القرار فتنحى. نحن نعاني من كلمه تنحى، نطالب بها الآخرين ولا نطالب بها أنفسنا، خاصة إذا كان مجلس الإدارة لا يأتي بالانتخاب ولا يأتي بالإعلان وأصبح بالاختيار. أو ما أنا جايب كده، شايفين يا شباب معايا كده، أنا الكلام ده بيعمل دمام للناس. معلم، فلان، إيه رأيك؟ احنا عندنا عضو مجلس إدارة فاضي، ما نا 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 نا. إيه رأيك تيجي أنت وأنا هزكيك؟ يا ابني هي شركة أبوك؟ شركة أمك؟ إيه؟ دي مؤسسه يملكها المجتمع. احنا انا طبعا مش عايز اجلد الجمعيات السوريه لانها عمرها اقصر واحده فيها 10 سنين. انتوا انجزتم. انتوا ايه؟ انجزتم. ربنا يكرمكم، لكن علينا ان نتطور. الانجاز شيء، والتطور للانتقال لمرحله اخرى شيء ثاني، وهنا العقده. عند مجالس الادارات يعتقدون انهم ملاك للمؤسسه. انا اقول لهم لا. انتوا امناء، والمالك هو من يدفع راتبي وهو الفقير والارملة والمسكين، فانت امين على خدمتهم، وانت لابد في امانتك على خدمتك ان تستمع لاصحاب الحل والعقد داخل المؤسسة، وهم العمال التنفيذيين، ونقرب بين وجهات نظر الناحيتين، لان مين اللي يلي في النار 24 ساعة؟ الناس اللي عادة. يعني اقول لك حاجة، احنا دلوقتي عندنا مكتب في غازي عنتاب، وعندنا مكتب في اسطنبول، وعندنا مكتب في بريطانيا، وعندنا مكتب في ادلب، وعندنا مكتب في دير الزور. مين اللي يدفع في النار اكتر؟ 200% كل يوم اللي في ادلب ودير الزور، مش اللي في غازي عنتاب كمان، واللي في اسطنبول، ومش اللي في بريطانيا. هم دول اللي يدفع في النار، هم دول ناخدهم مرجعيه بالنسبه لي علشان يرفعوا لي الواقع. ان لم يقرا أو يستقرئ أعضاء مجلس إدارة الواقع الأليم الذي يعيش فيه الناس فليمشوا. إيه؟ هي إيه؟ هي أبدية. أنا أحسن بتكلم ده لأن أنا أعاني من مثل هذه الشخصيات التي تقول لنا لن تقام أو تقوم شخصية المؤسسة إلا بنا نحن. وأنا قاعد بقى إيه؟ يعني عايز آخد صورة؟ لا. هي تكامل. أنا كفقير المالك الأساسي، الموظف الذي تقاضى راتب له دور
في رفع الرؤية ورفع المعاناة ورفع كل الأشياء دي الواقع قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراره في الآخر. أنا لو كان الأمر بيدي أقول لابد أن يمثل في المجلس الإدارة بعض التنفيذيين كأعضاء يصوتون. يلا بقى، ما أنا بتكلم إيه، من كتر ما الواحد شاف ابتلاءات، أنا عايز أدي قوة للمجالس التنفيذية. لابد لابد لابد، لأن العضو مجلس الإدارة اللي جاي ده ممكن ما يفهمش أبدا في كلمة مشروع يعني إيه، accountability يعني إيه، advocacy يعني إيه، finance يعني إيه. راجل طيب أو ست طيبة، طب وبعدين مين اللي هيفهمك وأنت مش عايز تفهم؟ لابد يكون في مجلس الإدارة واحد أو اتنين إما من الخبراء ذوي الخبرة السابقة في عامة في هذا العمل، أو من بعض التنفيذيين أن يكون قرارهم يكون يعني شرحهم واضح للجميع قبل أن يتخذ القرار. المشكلة كبيرة يا أخ فراس، لأن ما زال نحن صدرنا مشاكلنا التي خرجنا بها من دولنا أو دولنا العربية أو دولنا الإسلامية الدكتاتورية إلى مجتمعات فيها ديمقراطية، فما زلنا بنتعامل في داخل المجتمعات الديمقراطية. وأنا بتكلم عن بريطانيا، ها؟ بتكلم عن إيه؟ عن بريطانيا، عن فرنسا، عن أمريكا، ما زلنا نتعامل داخل هذه المجتمعات الديمقراطية لمستوى الشفافية عالي جدا بعقليات ديكتاتورية منكفئة. فلابد أن تحدث الثورة في أي مؤسسة نبدأ بها، ونعمل توافق ما بين المجالس التنفيذية القائمة. يعني مش عايزين نيجي مجلس الإدارة برضك نقول إيه؟ إحنا جايين نعلمك، لا، إحنا جايين نقعد معاك عشان نشرح لك. وننصح مجلس الإدارة أن يأتي بين أعضائه من هم لهم الخبرة في العمل الميداني ليس فقط في العمل الطبي. أنا مش عارف كلهم دكاترة فاهمين يعني إزاي يعملوا حاجة على المخ أو حاجة في القلب، جزاهم الله خير، لكن مديرين فاشلين. أنا عايز دكاترة من دول متخصصين، زائد مجموعة من أداروا أعمال إنسانية وجمعيات نستطيع أن نكتسب خبراته، زائد التنفيذيين. وأوصل كلامي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة السيما، أنا مسؤول عن ما قلت، أنا مسؤول عن ما قلت، أنا مسؤول عن ما قلت، ومستعد إن أجلس معهم وأقول لهم أنتوا لا تصلحوا أو تصلحوا. ده في رأيي الشخصي، قد أكون مخطئ، قد أكون مصيب. عبد الكريم، جزاك الله خيرا دكتور عبد الحنان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. اسمك جميل. الله يحفظك يا دكتور. وأنت أجمل. اللي حببنا بالدكتور هاني أسلوب المداعبة واللطف وخفة الدم، وليس كما يقول عن نفسه، بس للأسف هاي كورونا يعني حرمتنا من اللقاء الفيزيائي، وإلا كان يعني فيها نكت وكذا، ويعني ما نلقى بعضنا انا والدكتور هاني الا ياخذني بالاحضان، فاسلوبه بالعكس محبب وجميل. فهذه يعني هاي وحده من مشاكل التواصل، انه نحن يعني لا يروك الشباب ولا يسمع منك قريبا. انا راح اسال سؤال شوي استفزازي حتى احرك الشباب، لانه شايف قليل اللي لحد الان بدهم يشاركوا. احدهم عم يقول يا ريت دعيته يعني أعضاء مجلس الإدارة يا دكتور حتى يسمعوا هذا الكلام يقنعوا. عويناتي 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 إن شاء الله. طيب هو نفس الكلام، في قسم منيح من الحضور أقول خي أنتوا جايين تريضوا علينا أو حس سامعين تخرطوا علينا تحكونا إنسانيات وكذا، وأنتوا قسم منكم مثلا بغض النظر قد لا يقصد شخص بعينه، إنما القائمين على العمل الإنساني من زيد من عبيد من عبد الحنان من فلان، طيب انتم اخي ايمانكم ملتزمين لا باخلاقيات العمل الانساني، وانت بدك تجيب اقربائك، وانت بتقرب لك فلان وفلان، وصديقك فلان يسمسر وفلان متهم شوي ماليا، فشو جايين تبيضوا علينا اخلاقيات وما اخلاقيات، وانتم اصلا ما بتعدوا مع ثلاث ارباع الموظفين. ويعني اذا نظر اي موظف حاليا لاي سلبيات، ونحن كاي منظمه سوريه، نحن منظمات عمرها 40 50 سنه فيها سلبيات وفيها مشاكل بالستراكشر وغيره كثير، فنحن من باب اولى. اذا كان يعني الاخ من اخواننا يفكر بهذه الطريقه ومثل يظن نفسه جاي على الورشه مجبور محرج من دكتور عبد الحنان حتى يكثر العدد
وما يخجلوا امام الدكتور هاني. ماذا تقول لهم اولا؟ وبتمنى ان يقولوا، يعني يا ريت يطرحوا السؤال ويقولوا نحن بانفسنا كذا كذا، نحن عم نحس حالنا اخي مهمشين او كذا. يا ريت اي واحد من الحضور يطرح ويعبر عن صوته صوت عالي. تفضل دكتور هاني، بارك الله فيك واسف هيك. لا لا، يا اهلا وسهلا باخونا عبد الحنان، ربنا يبارك فيك ودائما تمتعنا باسئلتك. يعني كنت عايز السؤال يبقى تقيل شويه، يبقى قاتل كده لان لسه فيها الروح. طبعا واقعنا مؤلم، واي انا كان ليا محاضره من اسبوع تقريبا عن اللي هو الشراكات مع وفاء، مؤسسه وفاء عندكم في انطاكيا، كنت مفصل في النقطه دي تفصيل كتير جدا. نتغلب عن هذه النقطه باننا نكون نعمل التالي: عندنا هيكل ولا ما عندكش هيكل؟ عندنا هيكل. الهيكل ده فيه ادارات وفيه رؤساء وفيه مدراء وفي الى اخر الموظفين. الهيكل ده لابد يكون له مجلس تنفيذي مستقل يرأسه اللي هو المدير التنفيذي، زي في حاله سيما الدكتور محمد السوسي. ليه صلاحيات. انتهى اجتماع مجلس الاداره بتوصيات دكتور محمد السوسي والجهاز التنفيذي بتاعه يلتزم بها. بعد اجتماع مجلس الإدارة ليس هناك صلاحية لأحد أن يقول لمحمد أو غير محمد اعمل كذا أو ما تعملش كذا. صلاحية أعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد مجلس الإدارة، دي نمرة واحد، عشان محمد وغيره ما يتلخبطوش، عشان علي وغيره ما يتلخبطوش. أنا مرة من المرات زمان اتعين واحد أنا جبته، يعني حيثياته كويسة جدا وانا كنت المدير التنفيذي، دخل رئيس مجلس اداره قال لي قلت له نعم حضرتك جزاكم الله خير، دي صلاحيتي. اصل فلان قال عليه كذا بالظبط اللي انت بتقوله يا اخ عبد الحنان. قلت له حضرتك ايه، فلان وفلان وفلان بالنسبه لي شهادتهم مجروحه، انا جبت انسان هيقوم بالدور ده في المهمه دي وهو انسب الناس، عندك حد غيره؟ ما عنديش، خلاص جزاكم الله خير. هنا حينما يفهم رئيس مجلس الاداره ان في ثقه بينه وبين المدير التنفيذي. المشكله بقى ان رئيس مجلس اداره يعتقد انه يملك الجمعيه اثناء انعقاد المجلس وبعد انعقاد المجلس والى انعقاد المجلس. غلط غلط غلط. المجلس انعقد في قرار انا كمحمد السوسي وانا كعبد الحنان وكان كفراس انفذ التوصيات، نناقش قدر ما نناقش داخل المجلس ارائنا ونتفق على المخرج، ويكون في هذا النقاش تمثيل واضح وصريح لأعضاء المجلس التنفيذي لكي يقنعوا أعضاء مجلس الإدارة بما تعاني هذه المجتمعات. ده الأساس. محمد السوسي خد صلاحيته، قالوا له يا محمد أنت عندك ميزانية 10 مليون، بناء على هذا في 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 الميزانية أو الخطة المقترحة إن في 2 مليون لكذا ومليون لكذا وثلاثة لكذا وأربعة لكذا. محمد بيدي صلاحيات لكل مدير إدارة بميزانيته ويتابع تنفيذ هذه الميزانية والمشاريع مع المدير، مش مع رئيس مجلس إدارة، مش مع رئيس مجلس إدارة، مع إيه؟ المدير. خدت بالكم يا شباب؟ فلذلك أنا بس الإنستجرام اللي عندي وقف برجعه تاني. صح دلوقتي بقينا سوشيال ميديا يا عم. فمحمد بيعطي الصلاحيات لمن؟ للمدراء الادارات اللي عنده. لمدراء الادارات اللي عنده. بيراجعهم بقى كل شهر، كل شهرين، كل شهر. محمد والادارات بيعملوا نظام للمراقبه والمتابعه الى اخره، دوريا، زي ما انا اتكلمت قبل كده. يبقى صلاحيات معطاه لمين؟ في وصف وظيفي لمحمد السوسي، في وصف وظيفي لكل رئيس اداره ولكل اداره. وفي ميزانيه لكل اداره وكل رئيس اداره. وكل حتى اوفيسر موجود. انا اتابع من خلال استراكشر، ما يخشليش انا اوظف في الداخل. انا في مؤسسه اخرى يمكن مش عارف بتكلم عن مش بتكلم عن حد انا يعني، تعاني من هذا الامر. ايوه في شلاليه، ايوه في محسوبيه، ايوه في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. ليه؟ لان احنا ما وصلناش ما بين مجلس الاداره وصلاحياته. وخلي بالكم التليفونات، اه فلان اه عامل ايه، مفروض عضو مجلس إدارة لا يتصل، سامحين سباعي، لا يتصل
وروا عضو مجلس الاداره ده ورئيس مجلس الاداره باي مدير اقليم ميداني في مكان ما دون علم المدير التنفيذي ودون معرفه رئيس القطاع ودون معرفه مدير الاداره. سامعين؟ اللي عندنا مجالس حكشه وقولوا لهم هنتبنى بيقولوا علينا احنا مجالس حكشه. ما تتصلش بحد، ما تتصلش بحد من قرايبك في المنطقه دي وتقول له كذا وكذا وكذا، لا، حتى لو كنت انت رئيس مجلس اداره. لذلك العمل بيقف، الفساد بيستشري، ومن عندهم الكفاءه بيترك المؤسسه لمن؟ لمن ليس لهم خبره. من الشلليين المزاجيين المتصلين ببعض اعضاء مجلس الاداره. انا اتمنى ان الجزء ده يعمل له اديتنج ويروح لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره، وان ارادوا ان يناقشوني فانا لا والله اجي اسطنبول مخصوص اذا كان اللقاء في اسطنبول. كورونا ولا غير كورونا مش فارقه معانا. لان احنا نعتبر نفسنا آلهة صغرى نؤطر ونتحكم في ارزاق وفي ارزاق وفي مقاليد الحياة لهؤلاء الناس المحتاجين. يبقى بالتالي اعمل وصف وظيفي. الامر الثالث، انا ما اديش عقود مفتوحة ليس لها نهاية. انا عينت واحد على مشروع لمدة شهر او شهرين او 3 اشهر خلاص بح. عينت واحد في مشروع لمدة سنة خلاص. عينت مدير لفرع من الفروع لمدة 2 او 3 سنين بعد السنتين خلاص. الا ان انا عندي صلاحية لتجديد، لكن ادي عقد لواحد من غير ما احدد طول المدة بتاعت العمل و تفاصيل العمل ومراجعة العمل، أكيد هيحصل فساد، وأكيد يوم ما هتيجي تشيله هيتصل بواحد من أصدقائه في أعضاء مجلس الإدارة علشان يدافع عنه. واضح يا شباب؟ طبعا دكتور جزاك الله خيرا. بس في واحد من الأخوة كاتب رقم واحد بس ما في اسم، بس رقم تليفون. مش مشكلة، عبد بسميه عبد الواحد. عبد الواحد محمد برد، تفضل محمد. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه دكتور هاني. الله يبارك فيك. جزاكم الله كل خير. دكتور في عندي هيك استفسار يعني بسيط. هلا نحن خلال عمل انساني اكيد انت عندك خبره طويله وتعاملت مع جميع اشكال الموظفين وطريقتهم بالعمل واخلاقياتهم. هلا انت برايك، انا في عندي بس سؤال بسيط، ان انت بالنسبه لك بتفضل بالمؤسسه او المنظمه اللي تشتغل فيها يكون الموظف ان يقوم بعمله بالحد الادنى ولكن يتمتع باخلاقيات العمل وعلاقته مع زملائه كثير كثير مريحه والكل طبعا بيحمد منه، او يكون شخص خارق جدا وعنده كفاءات وعنده مهارات بس تواصله مع الفريق اللي عنده او مع الاخرين هو تواصل شوي ضعيف وفي نوع من الفوقيه او نوع من ما بدي اقول عدم اخلاق او يكون هيك يعني شوي شديد بالتعامل. هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، هلا نحن طب خلينا بس نجاوب السؤال الاول لان السؤال الاول ده مشكله لوحده. انت عندك في من يستطيع احداث التغيير ومن يستطيع انهم يساعدوا على احداث التغيير. قد يكون الشخص اللي هو اللي انت بتتكلم عنه ده اللي هو عنده رؤيه وبسريع وممكن يعمل التغيير والحاجات دي كلها، قد تكون اخلاقياته اضعف. لذلك سيدنا عمر كان يقول لك ايه؟ اللهم اني اشكو اليك من عجز التقي وجلد الفاجر. انا مش عايز اقول ان الاخوه دول فجره، لكن انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: استأجره يا أبي إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى القوة هنا هي إيه؟ اللي هي الحرفية والمهنية. الأمانة اللي هي الأخلاق اللي بنتكلم عنها والقيم إلى آخره. فلو استطعت إن أنا أمزج الاتنين يبقى يا سلام، هو ده اللي أنا عايزه. ففي بعض الأحيان إحنا بنستعين بأصحاب القوة علشان يربوا لنا شباب عندهم أخلاق يصبحوا من أصحاب القوة. أخطر شيء بيواجهنا في العمل الإنساني الآن وخاصة العربي والإسلامي، ودي قضية احنا ناقشناها من 16 سنة
16 سنة في 2004 هي عدم وجود جيل من الشباب مدرب ومؤطر وعنده أخلاقيات. فنحن لا نربي هؤلاء الشباب لكي يصبحوا هم اللي انت بتقول قوي الأمين. وجهت هذه الفكرة منذ 16 سنة بالرفض من المؤطرين التقليديين أصحاب عدم التغيير داخل المؤسسات، واللي بيتغنون بالأخلاقيات والقيم إلى آخره. أنا عندي ما عنديش مشكلة إن أنا آخذ واحد عنده أخلاقيات، دي إمكانياته إنه يحافظ على المسيرة، لكن ما ياخدش المسيرة. محتاجين لهم، لأن أصحاب التغيير يا أخ عبد الواحد، ولا أنت قلت لأنديك اسم تاني مش عبد الواحد. على العموم محمد بقى. محمد أخ محمد يا أخ محمد، أصحاب التغيير في أي دولة أو في أي مجتمع هم قلة، ونتمنى أن يكونوا أصحاب التغيير هم أصحاب أخلاقيات كمان. إن أردنا أن نصنعهم فلنصنعهم، وإلا هنضطر أن نستعمل من هم أقرب لنا في الأخلاقيات ولكنهم أصحاب القوة. لكن أما الشباب اللي هم يستطيعون أن يسيروا المسيرة فأنا محتاجهم، خلاص دي إمكانياتهم، مش ممكن هم هيقودوا الركب. لابد أن نعرف هذا، لن يقودوا الركب، ولكن إن أسندنا لهم قيادة الركب ستكون مصيبة على المؤسسة نفسها، لأنهم غير قادرين على القيادة لكن قادرين على تسيير المسيرة وليس القيادة. الحل في دي يا أخ محمد وأخ محمد ياسوسي وكلنا اللي بيسمعونا، إننا لابد أن أربي جيل ممن عندهم الحكمة والرؤية والتاريخ إلى آخره، ها، لكي يستطيع أن يكون داخل هذا الركب ليخرج منه من يستطيع أن يكون صاحب رؤية وصاحب قوة وصاحب أخلاق في نفس الوقت. أنا هستعمل الآخرين، مش هقول لك مش هستعملهم، بس وأنا بستعملهم بقى يا أخ محمد أقول لك إيه، أنت هتجيب فلان فلان وفلان الفلانية مين اللي هيديرهم؟ لابد يديرهم مخ قوي عنده رؤية وعنده صلاحية لكي يستطيع أن يوجه ما تبقى لديهم من أخلاقيات وقيم إلى أخلاقيات المؤسسة. أما إن تركناهم دون قيادة من بعض الأشخاص القادرين الذين عندهم المعرفة والرؤية والخبرة فستتغير ثقافة المؤسسة. محمد برد، ضل عندك شيء أسئلة أو ننتقل للأستاذ باسم؟ بس لك سؤال بسيط يعني، بس طالما يعني فتح المجال ولو أخذنا من وقت الجميع. دكتور أنا اشتغلت مع منظمتين الحكي صار له فترة مليحة يعني، ونفس المشكلة ونفس المعاناة نفس القصة، إن كان هي منظمة محلية ولا منظمة انترناشونال، في مشكلة بموضوع الفجوة اللي بين الفريق اللي بيكون بالفيلد اللي عم ينفذ المشاريع والفريق السبورت اللي هو بيكون غالبا مثل حالة السوريين بتركيا. دائما بيكون في نوع من تبادل الاتهامات بإني يعني الفرق بالمعاملة، الفرق بالرواتب، الفرق بالأمور هاي دائما يعني نحن بنعاني منها، وما في أشخاص يعني صراحة عم يوصلوا وجهة نظر هاي لكلا الطرفين، يعني يكون في شيء واضح اني ليش هدول لهم دور هون وهدول لهم دور بالداخل، واثنين هن بيكملوا بعضهم بالاخير وانه لهدف واحد. وطبعا بالنسبه للامور الثانيه امور الرواتب كمان المفروض يكون في يعني توضيح من الجانب المالي لهالامر هذا، اني طبيعه العمل طبيعه المصاريف طبيعه الاجارات، يعني هو هذا اللي نحن المفروض يكون واضح عشان ما يصير في اي يعني نوع من يعني التساؤل او يعني تخمين امور مثلا او اساءة الظن. الله يخليك دكتور، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا عناية ليكم، عناية ليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا اقول لك شيء يا اخ محمد، انا اعوذ بالله من كلمه، انا لست متخصص في اي شيء ولكني بفهم في قشور الاسياء، فده بيخليني اكون ايه عندي شويه فهم وليس كل الفهم. اهم شيء
في مدير المشاريع اللي في المكتب الرئيسي أن يكون له كفاءة وخبرة ومعرفة يستطيع أن يرى من خلالها قدرة العاملين في الداخل ويدافع عنهم. قدرة ودفاع. الذي يجلس على المكتب عنده في غازي عنتاب أو اسطنبول أو لندن أو باريس إلى آخره، وكان أوفيسرا يعني بالفتحتين في الآخر والتنوين، يقتل أي إبداع وأي مجلس في الداخل. بعض الأحيان تسند هذه الإدارات لشباب صغيرين ليس لديهم الخبرة ولا المعرفة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن هذا المدير اللي موجود في غازي عنتاب عليه أو عليها أن تنزل أو أن ينزل لأرض الواقع، ولا يعتمد ولا تعتمد على فقط تقارير دورية. أنا ممكن أعمل لك أجمل تقرير بأجمل حلاوة بأجمل، وهو كله فساد من الداخل. فإن لم يتحرك المكتب التنفيذي في المكتب الرئيسي إلى الداخل، فمهما أتاك من تقارير قد تكون غير واقعية. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، المرتبات معضلة، لأن كتير جدا احنا ماشيين وراء كتير من الثقافة الغربية. الثقافة الغربية بتقول لك العامل الأجنبي الذي يعمل في الميدان بيديله كم ألف في الدولار في الشهر، والعامل المحلي الذي يعمل في الميدان ما بياخدش نفس القيمة. فبيحصل فيه يعني زي ما بتقول تصادم ما بين واحد مثلا يكون انجليزي ولا فرنساوي وجاي بيشتغل عندك في ادلب، تلاقيه بياخد في الشهر مثلا 5-6 آلاف دولار، وانت يا مدير المكتب اللي هناك لو خدت لك 1000 دولار يبقى ممتاز جدا. فده بيخلي في فجوه كبيره في المرتبات. الامر الثاني، انا وانا بقعت المرتبات في غازي عنتاب، انا قد اكون ان انا بارى ان التكلفه في الداخل مش زي التكلفه في تركيا، لكن ما خليش الناس في الداخل عايشين على العدم. عايشين على ايه؟ على العدم. فهنا بنتكلم عن ايه؟ عن مؤسسة لها رؤية ولها سياسات ولها رواتب ولها هياكل علشان ما اظلمش حد. قد يكون اعوض العامل في الداخل ببعض البدلات في اماكن الخطرة، لانهم بيعملوا اكتر. ساعات عمل الناس اللي في الداخل بتكون اكتر بكتير جدا من ساعات عمل الناس اللي في الداخل. انا ممكن ما اديلوش مثلا مرتب اكس، لكن اقول والله المرتب ده على 40 ساعه او 50 ساعه في الاسبوع، وانت بتعمل 60 ساعه او 70 ساعه في الاسبوع، فانا هديك جزء ده اللي احنا بنسميه في الاداريات الايه اللي هو بتعمل زياده، بيسموه ايه في الاداريات عندكم اللي هو عمل اضافي، بتسميه ايه؟ ايه مظبوط، عمل اضافي. يعني احنا مثلا في اما كنت في المستشفى انا ليا مرتب على 5 ايام في الاسبوع، يوم ما يكون عندي نبطشيه واخد بالك باخد على النبطشيه دي حاجه زياده، لكن انا مرتبي ثابت. ففي بعض الشباب مننا كنا واحنا صغيرين مش متجوزين ناخد كل نبطشيات عشان نحوش، لكن انا لم اتعدى على المرتب الاخر، لان دي نبطشيه بحرم نفسي انا من الوقت الراحه بتاعتي وبشتغل زياده. فممكن تعوض مثل هذه الساعات اذا عملنا نظام صارم لا يجعل الانسان يضرب الساعات دي كلها ويقول لك انا اشتغلت 80 ساعه وهو ما اشتغلش 40 ساعه. من يتحقق من العمل الزياده؟ هتلاقي بقى اللي نازل في حمله واللي رايح جاي واللي بيقف في الشارع واللي والعربيه اتكسرت بيه. احنا في اسطنبول وفي غازي عنتاب يعني الطرق بسم الله ما شاء الله، الدنيا ربيع والجو بديع وبروح البيت الساعه 5 وكذا وكذا. فلابد ان انا اعمل اللي هو البدل اللي هو مش هو مش بدل عشان ما اقولش كده، اللي هو ساعات العمل الزياده. ده قد يكون حل من الحلول اللي ترجم الفجوه ما بين المرتبات الكبيره. وطبعا للاسف اقول لكم يا شباب،
ان المؤسسات الغربيه صبغت المؤسسات السوريه في تركيا بصبغه غربيه، مما اثر سلبا على حتى المؤسسات التركيه في مرتباتها. المؤسسات الغربيه جت قالت اتفقوا لازم تاخدوا كذا وكذا 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 وكذا، فالاتراك بيجي يبصوا الله ده احنا بندي لمدير المؤسسه مش عارف 4000 ليره ولا 5000 ليره في الشهر، والمدير عندك بياخد 4000 دولار ولا 5000 دولار. فدي برضك مشكله تانية، لان مشكله المانع. فاذا كنا الله خيرا. استاذ باسم تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافيه دكتور، شكرا لكم جميعا. انا اول شيء بعد اذنك واذن الاداره، والله لو تكرمت يعني اذا بيصح ولا بيمشي الحال لو كل شهر او كل شهرين جلسه هيك عائليه فيها نقاش، والله متشرف. شكرا كثير لكم. انا بس بدي اسالك عن شغله، طبعا فيها تجربتكم كاسلامك ريليف وتجربتك الشخصيه، هي بناء الثقه مره اخرى من اجل الدعم او البرايفت فند. بناء الثقه، هل انتم عم تستهدفوا تجار او رجال اعمال او غيرهم بعلاقات شخصيه، او مثلا عن طريق السوشيال ميديا بالذات، مثلا السعوديه والكويت عن طريق سناب شات، فلان وفلان عن طريق انستغرام، فلان وفلان وهكذا. دور واخلاقيات المنظمه كاداره ومجلس اداره وموظفين وغيره وغيره، لازم الجميع يعرف انه في مشاكل وفي امور، بس لازم ما توصل لمرحله انه تشوه صوره هاي المؤسسه وهي المنظمه، فبالتالي هي تنقص الثقه في عند المتبرعين وعند المانحين. هاي المساله الاولى اللي هي انا بس بدي تجربه الاسلام كريف. تجربتك الشخصيه بمساله هلا انت حكيت عنها، اختيار الاشخاص لاي بوزيشن كان، اختيار الاشخاص يعني يلعب فيها دور من الفراسه. اليوم في عندنا نحن شيء اسمه الاتيتيود، اذا كان شخص قوي بس مثلا بيقول لك سلوك وكذا او كذا او كذا نحن ما بدنا اياه. لا شك السلوك امر مهم جدا، لكن انا ممكن يكون عندي شخص هو قوي جدا وشخصيته قويه وكذا وكذا، وانا ممكن استفيد منه اطوعه مثل ما عم نطور مياه النهر مشان نولد طاقه. مساله الفراسه في الاختيار، لانه انا شخص بارد مستحيل يكون عندي قوي في التنفيذ. شكرا كثير لكم. طيب جزاكم الله خير. بناء الثقه دي مسيره، مسيره جزء منها انجازات وجزء منها بناء هيكل داخلي، وجزء منها مجلس إدارة قوي واضح، وجزء منها مجلس تنفيذي قوي واضح، وجزء منها مدى انتشار المؤسسة في أماكن مختلفة وسمعة المؤسسة وتاريخ المؤسسة. يبنى عليها العلاقات الشخصية. قد يكون بعض الزملاء داخل المؤسسة أقوياء جدا في العلاقات الشخصية، فبيعرفوا يكلموا فلان وفلان وفلان وفلان، لان ربنا اداهم الموهبه دي. احنا كان عندنا شاب من الشباب، يمكن محمد السيو يعرفه، كان جميل جدا في العلاقات الشخصيه. منهم فادي عتاني، ومنهم نضال علي، لبنانيين الاثنين، منهم حشمت من مصر الى اخره، وبعض وانا احد هؤلاء الناس يعني، بس هم يعني تقدموا عليه. ما فيش مشكلة ان انا وانا عندي، لان انا يعني الثقة هتيجي لمين؟ مش هتيجي لهاني البنا. مصيبة لو كانت ثقة مؤسسة، هي ثقتهم في فرد. لكن لان المؤسسة اصبحت حيثية متكاملة، افرزت بعض الاشخاص اللي هم من خلال علاقاتهم الشخصية يقوي المؤسسة. دي مهمة جدا، مهمة جدا، لكن بدون ما قلته عن الهيكل وعن الادارة وعن التاريخ وعن انجازات وكذا، مهما نفخ هؤلاء الاشخاص في العلاقات الشخصيه يكون ايه كانهم بي 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 يعني سكراتشنج ذا سيرفس، يعني ايه بيشخبطوا على سطح الايه المؤسسه دي. نمره واحد. بالنسبه للفيسبوك مش فيسبوك، اللي هو السوشيال ميديا، كنت لسه متكلم امبارح عن الايه الجزء الكبير جدا على السوشيال ميديا، في محاضره عندي امبارح كنت عاملها مع مين يا ربي والله، مع الوكاله اليمنيه، موجوده على اليوتيوب لو انتم عايزينها. ما اعرفش الاخوه حطوا عندكم الكاركترز بتاعت السوشيال ميديا بتاعته ولا لا. حوالي ساعه ونص، في جزء كبير جدا منها. لو انت تستطيع او الدوله التركيه، انتوا عندكم مكاتب تاني فين؟ في فرنسا ولا فين تاني؟ انتوا عندكم مكتب في تركيا، المكاتب التانيه فين؟ نعم في فرنسا وامريكا. فرنسا وايطاليا وامريكا. طيب يبقى احنا بنتكلم كده عن ان السوشيال ميديا قد يكون الدوله التركيه لا تسمح بحاجه اسمها
اللي هو لونش جود، او اللي هو بنسميها جاست جيفنج، علشان تجمع تبرعات مباشره، او الاونلاين، الاونلاين دونيشن. لكن انت عندك مكاتب اخرى لابد تكون قوتها في هذا المجال. يعني انا اعرف انك تقدم المؤسسات البريطانيه بتجمع في شهر رمضان ملايين من الاونلاين، ملايين، مش فاصل من التلفزيون. فاعتقد امريكا متقدمه في هذا الموضوع، بريطانيا متقدمه في هذا الموضوع، فرنسا متقدمه في هذا الموضوع، ايطاليا نسبيا متقدمه في هذا الموضوع. قد تكون تركيا الجزء الاخر اللي بينقصنا في تركيا، ان يكون مجلس اداره تركي، مش فقط سوري تركي. انت بتقول معنا عندنا اتراك، طب هو اسمه ايه؟ اسمه مع مش عارف محمد منين، من الحسكه. الحسكه دي موجوده فين؟ دير الزور موجوده فين؟ وحلب موجوده فين؟ ودمشق موجوده فين؟ وحمص موجودة فين؟ أنا بقول لك تركي أغلو أغا، سامعني كده؟ تركي أغلو أغا، عشان تجمع فلوس من المجتمع التركي. كان عندك موظفين أتراك في المؤسسة كذلك، هم دول هيكلموا المجتمع. أتراك أتراك، مش أتراك اللي هو أنا أخدت الجنسية بقالي 3 4 سنين، ما عنديش مشكلة، لكن عايز تركي تركي، حبظلم تركي. فهنا أنت بتعمل لم الاموال من الجراس روت بتاع تركيا نفسها، ولم الاموال من اللي هم الدول المانحه زي الدول العربيه والخليجيه، ولم الاموال من الدول الغربيه عن طريق اللي هو الاونلاين دونيشن. يبقى عندك تعدديه، تعدديه في تنوع مصادر الدخل، بالاضافه الى اداره المشاريع اللي هي بتجيب لك اموال من المؤسسات اللي هي الأوروبية والأمريكية والأممية المانحة. ده بالنسبة لهذا الأمر. الأمر الثاني الفراسة. أنا ما أقدرش أقول إن حد عنده فراسة وحد ما عندوش فراسة، بس أنا أقول لك حاجة، صلي على النبي. في سنة ما في السودان اتعين شخص مؤدب جدا ومحترم جدا، أطلقوا عليه إن هو شيوعي، والناس كانوا بيتكلموا في التليفون، أصل ده شيوعي، اصلا ما بيصليش، اصل ده كذا، اصل ده كذا، اصل ده مش مربي. لا، نقط. انا زرت الشخص، الشخص اخلاق عاليه جدا، مؤدب، مهني رائع الى اخره، عنده علاقات متميزه مع كل الناس. بعد 6 اشهر هذه الالسنه قطعت، هم اللي قطعوا السنتهم بنفسهم. لم ياتينا مدير للمكتب احسن من دكتور وليد، ربنا يمسيه بالخير. ما اعرفش محمد السوسي عارفه، اسمه وليد البشير، اتكلموا عنه كلام كتير ده. لكن هو ده يعني هو 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 بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي ادخل هذه المؤسسه الى جنوب السودان بشبكه علاقاته، وتحدثوا عنه تحدث غير جيد. وهو رجل فاضل فاضل فاضل، ولازم يكون خطيب جمعه، لازم يكون امام مسجد، لازم يكون حاطط زبيبه من فوق كده. في كتير جدا من بناتنا مش محجبات، هنعمل ايه؟ خلاص. لكن من جوه لو عملناهم معامله جيده وادناهم الثقه في انفسهم هيبدعوا، هنعمل ايه؟ خلاص. وكذلك في جدا في اولادنا عندهم الاخلاقيات لكن بيصلوا بالعافيه، وفي منهم ما بيصليش وبيأجل الصلاه، بيصلي كل يوم ويصلي على سطر وما يصليش على السطر الثاني. لكن عندهم خبره وعندهم كذا، بنضطر يعني لما اجي اوظف واحد غير مسلم ما بسالوش بتعمل ايه. لكن لما اجي اوظف واحد مسلم والتزامه بسيط كده، يعني اطلع روحه وروح اللي خلفوه، واطلع روحه وروح اللي خلفوه. ليه الانقسام في الشخصيه ده؟ الانقسام في الشخصيه اللي هو السكيزوفرينيا ده يخلي الناس تنفر منك، خاصة أصحاب الفكر وأصحاب الإبداع. فلذلك أنا حكاية الفراسة دي مش عند كل واحد، عشان بس ما أقول لك إيه، أصل الراجل ده عنده فراسة فهو اللي جاب الشخص ده. لأ، محدش يجيب دي أبدًا. لكن إحنا لما كنا بنقعد بنتكلم مع بعض الناس كنا ساعات ربنا بيلهمنا. يعني مثلًا مرة واحد دخل
قدم على وظيفة وكان هو خارج من الأمم المتحدة. وفي الجلسة كده بعد ساعتين أو في البتاع ده فساعات ربنا بيدي كده حاجة كده لواحد من اللي جالسين، سأله سؤال غبي طلع إن هو كان عنده قضية عشان كده ما اشتغلش سنتين، فطبعا ما خدناهوش. وأنا في مكان تاني مش هذكر اسمه عشان محدش يزعل، لقيت إن السي في بتاعت أحسن واحد من الشباب فيها سنة أو سنتين مش موجود. فسئل، فأنا أصلا كنت في السجن، أنا سجين سياسي. طب يا ابني أنا هعمل يعني، أنا أنت إنسان رائع بس شروط المؤسسة ما تقدرش تاخدك، برغم إن أنت إنسان كذا كذا كذا، يعني ما أقدرش يعني. أنت خدين بالكم مسؤولية حمل المؤسسة تختلف عن مسؤولية حمل عملك الفردي أنت المختلف. لأن الدولة هتحاسبك عن أتباعك وتابعيك، ها؟ كفرد أو كمؤسسة، أنا بتكلم عن المؤسسة، لو غرقت المؤسسة هنغرق كلنا معاها. فلذلك احنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن كل هذه الأشياء. ما حدش بقى يجي يقول لك أصل الشيخ فلان عنده فراسة، لا. تطلع الفراسة دي بنته، والفراسة دي جوز بنته، والفراسة دي خالته، الفراسة دي عمته، لا، مفيش حاجة اسمها فراسة يا عمتي، أو فراسة يا خالتي. معانا يا شباب؟ فسيبوكم من الفراسة دي كلها، وخدوا الأمور بما ترونه صالح للمؤسسة. تفضل يا عبد الكريم. جزاك الله خير يا دكتور. إخواني، في حدا عنده أي سؤال أو مداخلة أخرى؟ حاليا ما في حدا كاتب أي رقم واحد. طيب في عنده أي سؤال؟ بس لو سمحت أخ عبد الكريم. تفضل تفضل. بس خوفا إذا زي ما أنت وحكى الدكتور هاني، فربما يكون صايم ونخفف عليه. لا لا لا، مش صايم النهارده، صيام بكرة. تمام خلاص، فبرجع لك ودكتور عبد الحنان في موضوع الجلسة. تفضل إخواني، أنا بانتظاركم. في حدا عنده أي سؤال؟ إذا ما في أي شيء دكتور عبد الحنان تفضل، إذا بتحب تحكي شيء. لا نزال ننتظر إخواننا، يبدو محرجين رغم أنه استفزيتهم شوي، بس يمكن اختيار توقيت آخر يوم، قالوا لي الشباب كانوا تعبانين. مع ذلك كما طلب أخونا الدكتور باسم الله يبارك فيه، وعدد من الأخوة طبعا اللي يعني حضروا سابقا بعض الورشات، نحن لابد من هيك لقاءات، بغض النظر أنه يعني أحيانا هو الأخوة يظن أنه قد تكون فيها إجابة على تساؤلات أو حل الخلل اللي بالمؤسسة أو كذا، هو على الأقل إضاءات. فنحن ننتظر من يعني معلمنا ومرشدنا الدكتور هاني هيك مشاركات دائمة. بس هلأ من خلال الأسئلة اللي سمعتها من الأخوة، وأنا لا أخفيك، في على الأقل يعني 10 أضعاف أسئلة أخرى يعني بنفوس الشباب، بس ربما كون اللقاء الأول وما بعرفوا شخصية الدكتور هاني المنفتحة ربما تحرجوا. نصائح ممكن تقولها، أنا راح أطرحها بس هيك بصيغة بسيطة أكثرنا، بس من اللي يشتغل بالعمل الإنساني التطوعي واللي كنا نحس فيه بذواتنا أكثر، ونحس فيه بالسيلف ساتسفاكشن، رضا الذات، ونحس فيه يعني بأجر وغيره أكثرنا، قسم منيح من الحضور اللي عم بتسمعوني، والآن تحولنا للعمل بأجر. قسم لي أنه أنا أخي عم باخذ فلوس، وبالتالي إيش بدي أنا أحكي لكم عن العمل الخيري والإغاثي والخدمة والإنسانية كذا، وأنا بالأخير عملي بزنس، يعني عم بستنى آخر الشهر حتى أقبض راتبي. وبالتالي حكي الدكتور هاني شوي بعيد عني، ربما نحن عملنا رايح أقرب يصير لشركات خاصة وكذا، هالأفكار هذه أكيد بتراود عدد منيح من الناس، واحيانا بليز حتى ممكن نحن يقول لنا اياها. انا بعطيك تجربه بسيطه، نحن ما اعمالنا كثير بسوريا كان محروم الشعب السوري من العمل الانساني او من التطوعي، بس كان عندنا بعض الجمعيات الخيريه. نحن بتذكر اول جمعيه شاركنا فيها ما كان لها يعني هالجانب المالي كثير، جمعيه النور بحلب، اشتغلنا فيها 10 سنوات بتذكر، من ال 84 لل 94، متطوعين يعني يقولون فلان بدنا ننقل له يعني مثلا مثلا سيارة تراب، فلان بدنا ننقل له عفش بيته، فلان نساعده، فلان، كانت أمور بسيطة كنا طلبة.
ولما بلشنا بالعمل الاغاثي الفعلي اللي هو على مستوى جمعيات، كان عندنا جمعيه بالبلد اسمها جمعيه برو الخدمات، وهي من اكبر جمعيات بسوريا بحمص، لكن احنا كنا فروع لها بالحسكه وبالدير وبالرقه وبعض المحافظات اخرى اللي يمكن فيه. فاشتغلنا فيها من 97 لل 2016، بس كان عمل تطوعي فعلا، الانسان يشعر فيه بالرضا ويشعر فيه بالعطاء ويشعر فيه بقيمة عمل خير. وفعلا تحولنا، بتذكر من غرفة صغيرة ووارد يعني شهري 80,000 يجينا من مديرية الشؤون اللي هو يعادل تقريبا 2000 دولار، تحولنا لمؤسسة كبيرة وصل تقريبا يعني الأصول تبعها لمليار ليرة سوري، ما يعادل تقريبا 20 مليون دولار. لذلك هذا الإحساس الحالي الوظيفي أكيد ضعف كثير من إحساسنا القديم اللي هو إحساس بالعطاء وإحساس بالامتنان وإحساس بالرضا وإحساس يعني إن شاء الله أيضا بالأجر. في شيء إضافات من جنابك بتقول لنا يا حتى شوي نرجع لسويتنا ونرجع ل يعني نرجع لما يسمى فعلا يعني لذة العمل الإنساني رغم أنه عم نقبض أجر أكثرنا؟ بارك الله، حياك الله. ويمكن آخر سؤال إذا الشباب ما أضاف ونختم. طيب ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الحنان. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال خير قرون قرني ثم 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 ثم. وكثير جدا من الصحابه لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيبكوا على الفتوحات التي اتت المسلمين والتي لم يتمتع بخيراتها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبيت على الحصير وكان ياكل الاسودين، اللي هو يشرب الماء ويشرب الايه الرديء من التمر. وكثير من أهل الصفة حينما فتحت عليهم الدنيا كسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه تحولوا. كل هذه المشاعر شيء طبيعي، شيء طبيعي. ده جيل وده جيل، ده جيل بنى وأسس وأطر وضحى علشان جيل آخر، ما أعتقدش أنه هيكون بنفس القوة بتاعت الجيل الأولاني. نحل المشكلة دي إزاي يا شباب؟ الزيارة الدائمة للمسؤولين للفقراء والمساكين. يعني هو بيقول لك يعني ايه يعني هو في امثله كده بيقول لك زياره القبور بتجلي الصدر، نظف الخبث، لان انا لان القبر بيديني رساله، انت هنا يا ابن ادم، كنت ملكا او وزيرا او رئيسا او 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 الى اخره. وكم في هذه القبور من ملوك ورؤساء دانت لهم الدنيا. دي نمره واحد. الورد اليومي بالنسبة لك أنت نمترات، وده مهم جدا أننا نكون دائمي الزيارة والجلوس والاستماع إلى الفقراء والمساكين. يعني حاجة من الحاجات اللي أنا اتعلمت فيها كتير جدا في الماضي وأنا بسافر كتير، إن أنا لما كانت نفسيتي تعلى زي ما حضرتك بتتكلم بالظبط كده، أخد تذكرة طيارة وأنزل أروح مكتب المكاتب، أرجع مغسول. طبعا مش كل الشوائب راحت على الاقل، بس كثير من الشوائب راحت، لان تغير وجهه نظري من الخلاقات والخلافات بيني وبين زملائي في المكتب الرئيسي على الاداريات، الى ان في الهدف الكبير هو الايه؟ المراه اللي موجوده في السودان او في غزه او اللي في باكستان او افغانستان الى أو في افريقيا او الى اخره. دي نمره واحد. انا كتبت ورقه عن الموضوع ده بالظبط بالظبط، اعاده كتابة الوصف الوظيفي لكل موظف داخل العمل الاجتماعي والعمل الإنساني. هلخص منها نقطة أو نقطتين. لابد 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 أن يكون فيها جزء من الوصف الوظيفي هو الاطلاع والزيارة وحضور المؤتمرات والقراءة والاستنباط والاستدلال وتعليم الآخرين. قد يصل هذا في الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي اللي هو ده محمد السوسي الى 60 او 70% من وقته، لانه مدير تنفيذي هو بيوجه وما بيديرش، مش قاعد مثلا عنده 30 40 موظف، روح يا واد روح يا بنت روح يا كذا، لا 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 لا، هو قاعد بيوجه وبيحمي المؤسسه. ثم ينزل للمرحله الثانيه اللي هي مدراء القطاعات الى 40 ل 50%. انا مش عايزك تقعد تبقى مدير تقول له الف والف فتحه لا، تدي صلاحيات ثم ينزف من مدير قطاعات لمدير ادارات، وكل واحد في هؤلاء الناس
يكون عنده جزء اللي انا بنسميه اللي هو عشان ايه، نرجع ثقافة العمل الانساني مرة اخرى باخلاقيات وقيم عندنا. انا بس مش حافظ الورقة، لكن الورقة دي انا كتبتها من سنة او من سنتين، ممكن اعمل فيها محاضرة مفتوحة انتوا تديروها ونتكلم عن ونناقش هذا الامر، نناقش الامر. انا كان عندي ورقة تانية كنت كتبتها يا شباب عن كيف نصرف المال اثناء فتره الاغاثه، خاصه في مناطق الصراعات. اعوذ بالله من الشيطان، كلمه انا رايي الذي اؤمن به ايمانا قطعيا ان يكون لي ثلث. اسمعوا بقى، شايفين صباعي كده؟ فاكر يا محمد صباعي ده لما كنت بخوف فيه الناس والناس بيخشوا في الحمامات؟ ثلث الميزانيه اثناء الاغاثيه اثناء الصراعات ألا تنفق على العمل الإغاثي، تنفق على أعمال لبناء المجتمع المصاب بهذه الصراعات. هي طبعا طويلة وأنا قلتها في أكتر من جلسة مع الجلسات السوريين يمكن من 5 أو 6 سنين، اللي هو بناء القدرات، اللي هو أعوذ بالله من الشيطان، بناء المحليات، اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، بناء المجتمع المدني في الداخل. افرض حصل سلام بكره، وده كان نقاش بينا وبعض في الدوحه في 2015. تخيل بقى يا اخ عبد الحنان ويا اخ عبد الكريم ويا كل ويا اخت كنده ويا اخ فراس ويا اخ محمد الى اخره، كلكم 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 2015. انا سالته سؤال غبي، انا دايما يا اخ يا اخوه يا اخوات كل اسئلتي غبيه لانها فيها لزوجه كده، شايفين ان انا بعمل لكم عنايه كده؟ لزوجه فيها تقل، واخد بالك؟ قلت لهم طيب بس افرض 2016 ده حصل سلام، حد فيكم عنده احتياط استراتيجي لما بعد السلام هيعمل ايه؟ ولا هنقول يا سلام سلم، الارض بتتكلم، وصف ما في الغيب ياتيك ما في الغيب. ولا واحد من الجالسين رفع ايده، حتى المانحين اللي هم كانت قطر الخيريه ومش عارف مين ومين، ولا واحد، كله اسف اسف اسف. فين الرؤيه؟ لو حصل سلام دلوقتي في الداخل السوري يا رب يحصل سلام، هل احنا عندنا احتياط استراتيجي استقطعناه ولو كانت 1 أو 2 أو 3% من ميزانية الإغاثة عشان لما يجي اليوم ده ها أنزل بمشروع فتراني المؤسسات الدولية فتتشارك معي لأن أنا على الأرض موجود، ولا ما عنديش حاجة ويجي من هبة ودبة وزيد وعبيد اللي ما لهمش أي حيثية في المجتمع وياخدوا كل الكيكة مني؟ شفت بقى؟ فذلك يا شباب يا رجاله يا حلوين انتم ويا اخوات يا طيبين انتم وطيبات، لابد اننا نقاتل على امرين: اعاده الوصف الوظيفي لكل شخص في المؤسسه، وانا عندي الورقه دي مكتوبه، والامر الثاني اننا ناخد، وانا خدت فتوى بصرف ال 30% دول في اعمال غير اغاثيه لانها بتبني المجتمع من الداخل، حتى خدت فتوى ان جزء منها يكون موقوف مؤقت الى ان تنتهي الايه؟ القضية نفسها. يعني افرض انا قلت مثلا من 30% دول انا هاخد 5% اعملها وقف، احط الوقف ده مش مؤبد، مؤقت، يوم ما القضية تنتهي بصرف الوقف ده على نفس القضية مرة أخرى. ففي اجتهادات كتيرة، لكن احنا عايزين نطلع اجتهاداتنا دي للعلماء اللي عندهم مخ واسع شوية، بس مخ مش مخ انا بحب المخ قوي، اللي هو مخ بقى الخروف ومخ البقره ولسان البقره والخروف، انت بتاكل الحاجات دي مش كده؟ خلاص بس تجينا على الرقه، عندنا اكله طيبه اسمها نخاعات. اسمها ايه؟ على التحرير ان شاء الله، بالرقه بالرقه. اسمها ايه بقى؟ اكله حلبيه بس نسويها، امي بتسويها كلها. نخاعات بس؟ اه كوارع كوارع يعني. لا إيه تمام، إيه انت قول هذه نخاعات المخ والحاجات. يا عم احنا عندنا في مصر بناكل كل حاجه الا الجلد، سامع؟ الله يبارك فيكم. الجلد ممكن نعمله شجاج. الله. فانا بالنسبه للنقطه دي بالذات انا عندي فيها محاضره لو انتوا عايزينها نرتبها بعد 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 حين يعني. بعد العيد، في عيد، هو في عيد. لا قلت بعد حين، بعد حين حين. بعد حين. احنا كل ايامنا عيد يا محمد. الله يا رب دايما يا دكتور ان شاء الله. الله يبارك فيك دكتور هاني، حياكم الله. ويبدو انه اخواننا ما حبوا يثقلوا عليك، نحن كنا متفقين ساعه ونص هلا ساعتين الا ربع.
يعني نشكر أخونا ومعلمنا ورائدنا الدكتور هاني البنا، وعلى أمل إن شاء الله مثل ما طلب الأخوة ومثل ما وعدنا إن شاء الله بلقاءات قريبة، إن شاء الله ما يطول أول لقاء بعد هذا اللقاء بحدود الشهر. الله يجزيك خير ويبارك فيك، والورقات اللي وعدتنا فيها يا ريت إذا تأمنت، واسم موقع جنابك اللي ممكن يتابعوا به الأخوة بعض التسجيلات القديمة يا ريت ينحط يعني إما على الشات هنا أو ترسل لنا إياه يعني على أرقام الاتصال تبعنا. الله يبارك فيك. بس خلي علي، علي سمعنا دلوقتي، علي سمعنا ممكن يبعث لكم اللي هو الكاركترز بتاع كل خاصة اليوتيوب يعني. سمع علي؟ حياك الله. نعم نعم حياك الله وبارك فيك. عبد الكريم في شيء إضافات عندك قبل ما؟ لا دكتور، شكرا جزيلا دكتور هاني، وتشرفنا بمعرفتك وسعيدين كنا باللقاء مع حضرتك. الله يعطيك العافيه وبارك الله فيك. دكتور محمد بتحب تحكي؟ دكتور محمد تفضل اختم، تفضل دكتور محمد. احنا ما فيش كلام بعد دكتور، كلام دكتور هاني الله يبارك فيه والله يزيد خير، وان شاء الله يعني نفع الله بك يا دكتور، وان شاء الله فعلا احنا كان يعني هدف فعلا استضافتك نتعلم منك وتزيد ايمانياتنا وروحانياتنا ونشوف فعلا يعني نسمع كلام غير اللي بنسمعه. هذا اللي يمكن الشباب يفكروا انه انا قبل اللقاء معك تحدثت انا وانت وتكلمنا وفي شو نحكي. للامانه والله ما تواصلت مع الدكتور هاني ولا شيء يعني سوى انه بس ترتيب الجلسه، لكن انت عارف دكتور هاني انه دائما كلامه بالذات بيقع في قلب شباب الميدان، الشباب المكافح، الشباب اللي فعلا هو اللي بيعطي في الداخل، وهذا دائما احنا تعودنا عليه. يعني لا يمكن انا محظوظ اني اشتغلت مع الدكتور، انه فعلا انا بعرف كيف طريقته في العمل وكيف اسلوبه، وشاركت معه حتى بعد ما تركت الدراسه شاركت معه في 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 محاضرات وتدريبات. فدائما كلامه يقع في القلب، وان شاء الله يكون هذا الكلام وقع في قلوبنا جميعا للخير. واحنا اهم شيء انه احنا اخذنا وعد منه انه احنا نتواصل بشكل مستمر وما ننقطع من خيراته، لانه هو ايضا مؤتمن على هذا العلم وعلى هذه التجربه وعلى هذه الخبره انه ينقلها. لا هو دائما كان يقول في حاجه اسمها اللي هو احنا هذه اسمها صناعه العمال العمل الانساني ورواد العمل الانساني، فكان يقول هذا اندستري، فلازم احنا نستثمر فيكم. فبتخيل انه هذا برضه استثمار في احنا في لاخواننا في سوريا في برا سوريا. هذه تجربه يعني تدفع لها الملايين لتجرب ولتؤخذ، لكن احنا دكتور هاني يعني الله يجزيه الخير بساعاته وبتطوعه وبعمله معنا، يعني يعطينا اياها باسلوبه الراقي والسلس، يعني اي ساعه ونص وزياده ساعتين ما شعرنا بملل، لانه هذه برضه ايضا طريقه يعني مقدسه الله يفتح عليه، يعني مش موجود عند الجميع. ولا انا محمد السوسي اضلني احكي ساعتين معاكم، كان زمان الخمسين 58 كان صاروا 20، او ربما دكتور عبد الحنان مثلا كلنا، لكن فعلا بيستمتع الواحد هو مع الدكتور هاني. نشكرك مره ثانيه والله يفتح عليك، واحنا ممتنين امتنان يعني كبير لجهودك معنا وايضا معانا، كنت في المؤتمر الله كضيف شرفنا، وممتنين لجهود الشباب كلهم اللي حضروا بدون استثناء، الله يجزيهم الخير اللي قدروا واللي ما قدروش بنقدر لهم. لكن بالتأكيد الآن الشباب الموجودين راح يبعثوا ويحكوا على هذه المحاضرة، وإن شاء الله المحاضرة الجاية واللقاء الجاي نكون مرتبين له أكثر، أنا وعبد الحنان وعبد الكريم مع حضرتك، وممكن فعلا ندرس فعلا النقاط والخطوة إيش الموضوع، ونكون ناجح زي نجاح هذا اللقاء. شكرا حبيبنا وألف ألف شكر، ويعني بنبروك لك يعني القبلات الحارة على رأسك وعلى جبينك دكتورنا. حياك الله، السلام عليكم.